اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني انا سعيد جدا لان بتشرف للمره الثانيه مع اعضاء مركز الكرام, ودي حاجه فعلا تبسطني وحاجه فعلا شرف كبير ليا. وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه بدايه الايام المفترجه اللي احنا فيها. والشكر طبعا موصول لدكتور امين اسماعيل يعني رئيس المركز, ودكتور محمد العسوي. يعني فعلا بشكر حضراتكم جدا على المجهود المبذول طول الفتره اللي فاتت دي كلها, وان شاء الله المجهود اللي جاي كمان يعني فعلا يعني مجهود مبجل ويحترم جدا, وان شاء الله ربنا يجعلنا كلنا وسيله في نشر العلم. وبرحب برضو باعضاء المركز المبجل المحترم كله, وبتشرف تاني بوجودي مع حضراتكم. وطبعا باشمهندس محمد صقر, يعني شكرا برضو لحضرتك وتعب حضرتك معانا طول الفتره اللي فاتت على في مدار المحاضرات كلها اللي فاتت. وان شاء الله النهارده يبقى كلامنا لطيف مع بعض, ونوصل ان شاء الله لمعظم الناس او كل الناس مع بعضينا. وانا معاكم ان شاء الله لحد النهايه. واحب اعرف نفسي, انا مصطفى نور مدرس تركيبات الثابته وتجميل اسنان جامعه عين شمس. وان شاء الله النهارده مين اللي هنتكلم على الزيركونيا؟ اعتقد كده احنا الحمد لله معظمنا موجود, فممكن احنا ان شاء الله نبتدي. تاني برحب بكل اعضاء المركز الكرام على راسهم دكتوره امين اسماعيل ودكتور محمد العسوي ودكتوره رانيا. وان شاء الله نبتدي مع بعض, ويبقى يوم جميل مع بعضينا ان شاء الله. يمكن بدايه كده الكلام النهارده مين اللي هنتكلم, مين اللي على الزيركونيا كواحده من الموستلي يوزد موست كومن يوزد سيراميك ماتيريالز, وليها ديفرنت انديكيشنز وليها ديفرنت ابلكيشن ان اور ديلي براكتس. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض يعني ديتيلز, ان شاء الله كلامنا يبقى لطيف وجميل عن الزيركونيا. ايه هي فكرة بتاعت الزيركونيا, والناس ابتدت تستخدمها امتى, وهي different types of زيركونيا, والindications المختلفة للزيركونيا, وهو ان انت تعمل bonding وcementation للزيركونيا. وبرضو هنتكلم على limitation, لان برضو زي ما احنا حضراتكم كلنا عارفين ان كل material ليها الindications والapplications بتاعتها, وكذلك ليها limitation والcontraindication. وانا مع حضراتكم تاني مصطفى نور مدرس التركيبات بجامعة عين شمس. يمكن بداية كده زي ما احنا متعودين وتقابلنا المرة اللي فاتت, احنا بنمشي بسكيم او باوتلاين بحيث ان احنا نبقى ماشيين ان بوينتس, والدنيا تبقى معانا منظمه ومرتبه, وما بقاش في اي ديستراكشنز يعني واحنا ماشيين. بدايه كده هنتكلم عن انترودكشن للسيراميكس وديفرنت تايبس اوف ريستوريشن عامه, واحنا محتاجين ايه من ديفرنت ريستوراتيف ماتيريالز استخدامها في الكلينيكال ابلكيشن بتاعنا. وهنتكلم بعد انترودكشن بسيطه عن الهيستوري والابلكيشن اوف سيراميكس. مين اللي هنركز النهارده على السيراميكس, ايه هي ديفرنت ابلكيشن للسيراميك ماتيريالز بديفرنت انديكيشنز, وهنفولو بعد الابلكيشن دي هنعرف حضراتكم على الافيلبل ماتيريالز اللي موجوده, وهنسبيسيفاي منها, وهنركز اكتر مين اللي عن الزيركونيا سيراميكس, وهناخدها ان شاء الله ان ديتيلز ايه هي الزيركونيا, ويعني ايه الزيركونيا, والكومبوننت بتاعها ايه هي, والانديكيشنز بتاعتها ميكانيكالي عامله ازاي, ستاتيكالي الستاتيك بروبرتيز بتاعتها برضو عامله ازاي, الليميتيشن, وهاو تو بوند تو زيركونيا. دي حاجه من الحاجات المهمه. وفاينل ان شاء الله هندي زي كونكلوجن وريكومنديشن مع بعض. يمكن ده الاوتلاين اللي احنا نمشي بيه النهارده مع بعض, ونبتدي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم, وبدايه كده من الانترودكشن. يمكن لو ابتدينا كده هنبتدي بزي كوت بسيطه لدكتور جالب جورل, واحد من المين اوثرز لكتاب ساينس اند ارت اوف بورسلين لامينيت فينير. وهنقتبس من دكتور جالب جورل الكود بتاعته او السنتنس بتاعته اللي بتدي يقول فيها, ده في بدايه الكتاب باي ذا واي, بدا يقول وي ماست ترين اور ايز to observe the natural tooth. وهذا ان انت عندك good observation و good notice لي ال different details و specific details of the natural tooth in form of ال outline بتاع natural tooth وال color وال contour وال shape of the natural tooth, and then to train our hand according to Gallup Girl to train our hand to express exactly what our eyes perceive. بمعنى ان انت هشوف كل ديتيل موجوده في الناتشرال توث, وتحاول بالديفرنت
application, the different availability of the materials, ان انت to express exactly what your eye perceive اللي موجود في الناتشرال توث. تحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل perception وتعمل imitation وميمك للناتشرال توث. ودي كان بداية كلام الراجل جالب جيرل في كتابه من الكتب المشهورة جدا تكست بوك بتاعه Science and Art of Porcelain Laminate Veneer. وده برضو ريفرنس لحضراتكم لو حد حابب يقرا اكتر عن اللامينيت فينيرز في القصه. الكتاب ده من اشهر الكتب في الفورس اللامينيت فينيرز. تطبيقا بقى لكلام دكتور جالي جورل والاوسترز اللي معاه, عايزين نقول يا جماعه ان اي ريستريشن بنحطها في البيشنت ماوث, يمكن احنا اتقابلنا المره اللي فاتت في الاندو كراونز وقلنا ان اكشولي اي ريستريشن بنعمل لها ابلكيشن سواء كانت دايركت كومبوزيت ريستريشن او امالجام ريستريشن سامبلي up to لو بنتكلم في full arch restoration على implants او complete dentures او full mouth rehabilitation. restoration بتاعتنا زي ما احنا شايفين it should achieve the triad دوت. احنا اعتقد جبنا سيرته في ال endocrowns واكشلي هو دوت سيرته موجوده في كل restorative materials. لازم restoration نحطها في ال patient mouth should achieve the biology, it should be biocompatible material, should not be toxic ولا irritant ولا تعمل some sort of corrosion of material inside the oral cavity, biocompatible, مفيش اي نوع من انواع soft tissue inflammation او pulpal inflammation. This is what I mean by biology, should be biocompatible material. And again the material should achieve, اللي البيشنت عايزه بقى هنا, الميكانيكس, الاستاتيكس, but whatever restoration بتستخدمها, سواء كان direct restoration او indirect مع انواعهم مختلفة, بنقول ان restoration should achieve the mechanical properties to withstand the occlusal forces to achieve the proper function with mastication of the patient من غير ما تعمل له اي نوع من انواع ال premature contacts او discomfort او interferences during movement, should be proper aesthetics. وخلي بال حضراتكم ان الميكانيكال properties هي بتختلف على حسب كل use وكل indication. بمعنى مثلا لو بنتكلم في intracoronal restorations او endocrowns مثلا كنا بنتكلم في resilience, محتاجه الماتيريال تبقى resilient عندها flexibility. نتكلم في post encore محتاجه الماتيريال تبقى flexible. نتكلم في bridges ان شاء الله النهارده هنتكلم في crown و bridge materials و implant prosthetics should have high flexure strength. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الميكانيكال بروبرتس هي في عندنا different mechanical properties و according to your use انت هتستخدم الماتيريال دي فين, بتدور على which mechanical property وعلى اساسها بتشوف الماتيريال دي applicable في الindication دي ولا لا. اعتقد ان الكلام بتاعي دلوقتي جنرال وعام, هبتدي ان شاء الله ما نخش اكتر هنبتدي نسبيسيفاي ونوضح ايه اللي احنا محتاجينه في كل انديكيشن وهل الماتيريال دي بتحقق الانديكيشن دي ولا لا. ده ان شاء الله هنتكلم عليه ان ديتيلز ان شاء الله في الزيركون. وفاينلي في الترياد اللي احنا بنتكلم عليه الاستاتكس, الماتيريال شود اتشيف اللي بيسموه بقى الشورت تيرم سكسس ان هي الاستاتيك كواليتي والكوزماتيك ابييرنس والساتسفاكشن للبيشنت في الفورم والشيب والكونتور والاوتلاين وطبعا الكالر او الشيد اوف ذا ماتيريال او ريستريشن. فلازم دايما يا جماعه واحنا بنفكر ان احنا بنعمل ريستريشن للبيشنت شود اتشيف الثلاث حاجات دول زي ما معظم الناس بتتكلم, بايوميكانيكال بايولوجيكال اند ميكانيكال اند فاينلي ستاتيك تراياد او ستاتيك كواليتي. فلما جه الناس يطبقوا الترياد دوت على الافيلبل ماتيريال وده اللي النهارده هنتكلم فيه والسكوب بتاعنا النهارده اللي بنتكلم فيه, فلقيت ان مين الافيلبل ماتيريال اللي ممكن تجمع الترياد دي وتديني اتشيفمنت للثري ريكويرمنتس او بري ريكويزيتس هنا. فلقينا والله ان الماتيريالز وايد يوزد باي ذا واي وموجوده باستخدام بكثره يعني هي الميتال سيراميك ماتيريالز, الميتال سيراميك ريستريشنز او بي اف ام ريستريشنز. ساعات المعامل بيسموها الفيسنج يعني ميتال كور ميتال بيحط عليه ليبيال بورسلين فقط بيسموه ليبيال فيسنج او ميتال سيراميك او بي اف ام. الفكره ان الميتال سيراميك لو جينا نشوف كاتشيفمنت للتراياد اللي احنا بنتكلم عليه, الميتال سيراميك ريستريشن هي كاستاتيك ماتيريال, هي استاتيك ماتيريال باي ذا واي. البورسلين هيبتدي يعمل فينيرنج ويماسك الكالر اوف ذا ميتال وهيديك استاتيك كواليتي كويسه. بس خلي بالك لو هنيجي نقارن الميتال سيراميك ريستريشن بالاستاتيك كواليتي والفاينل اوت كوم اوف ذا سيراميك ماتيريالز, طبعا هنلاقي السيراميك ماتيريالز في جزء الاستاتكس هي ليها الابر هاند, ليها بريدليكشن وليها بريفرنس اعلى من الميتال سيراميك. ليه؟ لان الاول سيراميك ما فيش الميتال اندرلاينج ماتيريال, ما فيش الميتال اللي بيعمل بلوكج لللايت. حتى السلايد هنا لما جم تحت الناس تعمل ترانزميشن لللايت اجينست ميتال سيراميك
ريستريشن على شمال السكرين زي ما احنا شايفين, او اول سيراميك ريستريشن في الصوره اللي تحت, لكن الميتال وجوده تحت السيراميك او البورسلين بيبتدي يعمل بلوك لللايت. فتبص للريستريشن الميتال سيراميك هي استاتيك اوكي, بس برضه هتلاقي الميتاليك كولر مديك سام سورت اوف اوباستي, بيخلي ماتيريال ريستريشن فاينلي عندها اوباستي. وعشان كده معامل كتير يقول لك يا دكتور لو سمحت ممكن تزود الريدكشن شويه, شيل اكتر من السنه عشان اعرف احط ثيكنس سيراميك او بورسلين كفايه عشان اغطي لون المعدن ده. هو عنده مشكله ان المعدن لونه مش حلو, فعايز يحط سيراميك كتير وتبان, يعمل ماسكينج كويس للماتيريال من غير ما الريستريشن تبان بالكي او اوفر هانج. لان المشكله دي في السيراميكس مش موجوده قوي, لان السيراميكس ما فيش الميتاليك اندرلاينج ستراكشر. فبدات الاستاتيك ستاتيك عندها ترانسلوسنسي عاليه طبعا, عندها كولر ريبرودكشن عالي, وده فعلا ناجحه فيها جدا الاول سيراميك ماتيريالز باستخدام انواعها وانواعها المختلفه. زي ما احنا شايفين ان الترانسلوسنسي والاستاتيك اوف ذا ماتيريال تبقى افضل كتير من الميتال سيراميك. عايز تقول لي يا دكتور ان الميتال سيراميك ما اقدرش استخدمه يعني في استاتيك ميك اوفر او حاجه زي كده؟ خليني اقول لحضراتكم ان الميتال سيراميك هو طبعا موجود وبيستخدم اب تو ناو, موجود ووايدلي يوزد برده باي ذا واي, بس هو ناجح اكتر في البوستيريور اريا, ناجح اكتر في بريدجز لو فيها لونج سبان بريدجز, هنتكلم كمان شويه على البريدجز. لكن اعمل سنجل ميتال سيراميك كراون, سنجل كراون انتيريور ميتال سيراميك وبيبقى ماتشنج مع الناتشرال, هيبقى فيه صعوبه كبيره, صعوبه كبيره ان انت تماتش ميتال سيراميك مع ناتشرال توث في الاستاتيك والاوتلاين والكونتور بتاعك. هي دي الفكره كلها, ان الاول سيراميك بيديني الادفانتج دي عنده من القابليه ان هو يماتش ناتشرال توث بيبقى افضل. This is for aesthetics كواحده من البايوميكانيكال تريال, فلان الاول سيراميك ماتيريال انجح او ناجحه اكتر في الاستاتيك كواليتي. لو جينا بصينا بقى على انذر بارت من التريال بتاعنا اللي هو البيولوجي, بايو كومباتيبيليتي, لقينا ايه؟ لقينا ان الميتال سيراميك اكتشلي اتس ليس بايو كومباتيبل عن الاول سيراميك ماتيريال. اي فورم اوف ايه؟ ان فورم اوف ان الميتال نفسه, مشكلتي مش في السيراميك, مشكلتي في الميتال. الميتال نفسه هو نوت بايو كومباتيبل, عنده سيرفس انرجي عاليه, فيبتدي يحصل فيه بلاك اكيوميليشن اكتر من السيراميك, تنظيف الميتالز تبقى اصعب من السيراميك. باي تايم بيحصل له, لو انت بتستخدم مثلا ماتيريال عندها كوروجن ريزيستنس قليله, فهي باي تايم بيحصل لها كوروجن. وخلي بالك في مشكله كبيره جدا ان الميتال سيراميك في الانتيريورز نتيجه الميتال مارجن اللي موجود, هلاقينا حضراتنا كده معظمنا بينزل الفينش لاين في البريباريشنز سب جنجبالي. ليه؟ تو هايد ذا ميتال تحت الجنجبال كراست, ما يبانش الميتال مارجن دوت عشان الريستريشن ما يبانش شكلها وحش او شكلها نوت استاتيكالي اكسبتد. فبيقول لك نتيجه الهايدنج للميتال مارجن سب جنجبالي دوت والميتال ايريتن زي ما احنا قلنا نوت باي كومباتبل زي السيراميك, بيحصل باي تايم زي ما حضراتكم شايفين هنا, واكشلي دوت فيلير موجود, وزي ما الناس بتقول في الكتب هو انيفيتبل فيلير. يعني فيلير هيحصل في الميتال سيراميك سبيشال لو انت نازل سب جنجبالي ونازل سب جنجبال ديبر شويه ونوت ريسبكتنج البيولوجيكال ويث, بيحصل سم سورت اوف جنجبال ريسيشن ميتال اكسبوجر فقط بيولوجي وبايو كومباتيبلتي نتيجه الجنجبال ريسيشن والجنجبال انفلاميشن اللي حصلت حوالين المعدة. لو جينا بقى شفنا نفس القصه دي في الاول سيراميك, هنا الاول سيراميك هو كماتيريال وايز هو مور بايو كومباتيبل. لو حضراتكم يعني لو جبنا مثلا حاجه سيراميك وحاجه ميتال ونيجينا نضفنا الحاجه السيراميك وات ايفر هي ايه, مش لازم تكون حاجه دنتل, هتلاقي تنظيفها اسهل بكتير من الحاجات اللي فيها ميتال. ميتالز عندها هاي سيرفس انرجي, فالتنظيف بتاعها يبقى صعب شويه, لكن اول سيراميك عندها من الكلينزابيلتي والبايو كومباتيبلتي اعلى. فعشان كده الناس بتفضل عمليه السيراميكس كبايو كومباتيبلتي دي كون ماتيريال وايز. اجين المارجنز بتاعتك مش محتاج انزلها سب جنجري في الاول سيراميك الا في حالات معينه وانديكيشنز معينه, ان انت تراديشنالي المارجنز بتاعتك بتبقى ايكو جنجيفال مارجنز, مش محتاج تنزل بيها سب جنجري الا في حالات معينه زي ما قلنا. فوجود الايكو جنجيفال مارجنز دوت وماتيريال باي كومباتبل مش محتاج انزل سب جنجبل, فانا كده حميت البيولوجيكال وكس وحميت البيدونشيم من الاريتيشن او الفايوليشن اللي بيحصل, وده فعلا بنشوفه في الاول سيراميك. فعايز اقول ايه من السلايد دي؟ عايز اقول والله ان الاول سيراميك بتكسب في السكند تريال, هي كسبت معايا استاتيكالي في التريال الاولاني, وكسبت معايا باي كومباتبلتي والجنجبل ريسبونس بتاعها مور بريفيرد وفيفربل عن الميتال سيراميك ريستريشن.
What about the last priority, or the last requirement of the triad, which is mechanics, mechanical property? الناس لقيت ايه؟ ده بقى خوفنا من سيراميك ماتيريالز او الاول سيراميك ماتيريالز بانواعها اللي هنتكلم عليها. لقيت الناس ان الميتال سيراميك عنده بريفليج وادفانتج ميكانيكالي عن الايرلي تايب من الاول سيراميك ماتيريال، نوت ذا اول تايبس، عشان في انواع معينه من السيراميكس بتقرب الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها من الميتال، لكن الايرلي تايب من السيراميك ماتيريال هنا بقى الميتال سيراميك بيكسب نتيجه وجود الميتال اندرلاين. الميتال عنده مانيفاكتشر ريزيستنس والفراكتشر تافنس، مقاومة الكسر بتاعته، مقاومة البندنج اللي احنا بنحتاجه في البريدجز عالية، فابتدي استخدامه في الهاي ستريس بيرنج اريا وبريدجز لونج سبان مثلا، هيبقى الميتال سيراميك بالنسبة لي افضل. ففعلا لقينا الميتال سيراميك ستاتيكالي اقل من اول سيراميك، بيولوجيكالي اقل من اول سيراميك، لكن ميكانيكالي هو سوبيريور عن الايرلي تايب او سام اوف ذا تايبس اوف اول سيراميك ماتيريالز. فكل الداتا وكل الارتكلز تتكلم هاو تو مش تحسن الاستاتيك كواليتي اوف ذا سيراميكس، يعني من اكشوالي عندها استاتيك كواليتي عاليه، ولا باي كومباتيبلتي، اتس نوت انذر كونسيرن، مش ده المشكله، مش ده البيج ايشو اللي موجود. البيج ايشو هي الميكانكس، هاو تو انكريز الميكانيكال بروبرتيز اوف ذا سيراميك ماتيريالز. وعشان كده بدات الناس بقى هتخش واحنا هنتكلم بقى مع بعضينا في الهايست او الهاي سترينث سيراميك ماتيريالز لايك الزيركونيا، اللي هو بقى المين كور بتاعنا والمين توبيك بتاعنا النهارده. ودي هي الفروقات اللي ما بين الميتال سيراميك والاولد سيراميك. اجين مش معنى كلامي ان الميتال سيراميك لا يستخدم، ما اقدرش اقول كده خالص. ميتال سيراميك ستيل يوزد وستيل ناجح، بوستيريورلي ناجح جدا في بريدجز لونج سبان بالذات بيكون ناجح، لكن حاجه سنجل انتيريورز موست بروبابلي الاولد سيراميك هيبقى افضل كتير في قصه الاستاتكس والباي كومباتيبلتي. فدي اللي انا محتاجه من الماتيريال، ان انا محتاج اشوف الماتيريال دي وات اباوت الترياد، وات اباوت الاستاتيك والبيولوجي والميكانكس بتاعتها عامله ازاي، عشان على اساسه هبتدي اعرف الانديكيشن واليوزز اوف ذيس ماتيريال. هنبتدي بقى نستيب اسايد كده الميتال سيراميك ونجو ان ديبث اكتر، ونخش بقى في الكونسيرن بتاعنا والتوبيك بتاعنا اللي هو الاول سيراميك ماتيريالز. ايه الاول سيراميك ماتيريالز دي؟ هبتدي بنبذه بسيطه جدا عن الهيستوري اوف ذا سيراميك ماتيريالز. واكتشلي كلمه سيراميكس اللي هو الخزف باللغه العربيه الفصحى يعني، وده معناه الاوريجين اوف ذا نيم جاي من كلمه لاتين او جريك نيم which is meant كيراموس. كيراموس لو جينا شفنا عنها في الديكشنري لاتين وورد معناها burnt stuff دي ماتيريالز او حاجات بيحصل لها بيرنينج اوت، ماتيريالز بيحصل لها فايرنج فيوجن في الفيرنس، فيبتدي يحصل لها فيوجن و عايزين نقول بايندنج او فورميشن اوف كونتينوس ماس، عن طريق ان هي بتخش الفرن بيحصل لها بيرنينج اوت، زي طبعا الموجود الفخار والبورسلان اللي موجود، مش لازم دنتال يعني، في كل الاستخدامات بتاعتنا والجرانيت والرخام كل الكلام دوت نفس الفاميلي ونفس الكاتيجوري اللي هو بيرنت ستاف. This is the origin of the name burnt stuff. وactually كانت early developed في China وEurope وكانت طبعا من last period to last time. لكن هنركز أكتر بقى مش على ال decorative ceramics، لكن هنركز أكتر على استخدامنا إحنا اللي هو dental ceramics. لو جينا نشوف ال ceramics دي، أنا up till now لسه ما دخلناش in depth في زيركونيا ولا اتكلمنا عليها، لكن أنا بس بندي زي هنت كده عشان نخش ونشوف الناس بدأت تفكر في الزيركونيا ليه، وإيه اللي خلاهم يفكروا في الزيركونيا واستخدامات بتاعت الزيركونيا والليميتيشنز والأديجن بتاعها. السيراميكس يا جماعة أكتشوالي هي ماتيريال بيقول لك بتحتوي على جزء ماتل ونون ماتل. السيراميكس دي كيميكالي هي فيها كومباينيشن أوف ماتل ونون ماتل، وهنطبق دي أكتر مع الزيركونيا. وهندي هنت كده بسيط مشوق شوية. لو نعرف ان الزيركونيا هي الاوريجين بتاعها اتس ميتال، زد ار ده زيركونيوم اتس معدن ميتال، حتى موجود في البريودك تيبل زي ما هنعرض كمان شوية، هو موجود مع الجروب اوف ميتال بعد التيتانيوم، فهو اتس ميتال زيركونيوم اتس ميتال. بس لما حطه مع الاكسجين الماتيريال اللي هي الميتال دي، لو حطه مع الاكسجين يعني ميتال ونون ميتال، بقت الماتيريال هنا بقت سيراميك. عايز اقول ان السيراميكس كيميكالي اتس كومبوزد اوف نوت بيورلي ميتال ولا نون ميتال، اتس ا كومبايند ميتال اند نون ميتال توجذر. استخدامها ايه بقى السيراميكس دي؟ السيراميكس دي بتستخدم فين؟ طبعا اكشولي لو هنتكلم في البروستانتكس والبروستاتكس بالنسبه لنا كسبيشاليتي، هو المين كونسيرن بالنسبه لنا في السيراميكس هو الاول سيراميك ريستريشنز،
دلوقتي كتير مننا بيستخدم الاول سيراميك ريستريشن اون ديلي بيزس ديلي روتين بيز بتستخدم السيراميكس في ديفرنت ابلكيشن وديفرنت يوزز نوت وان ماتيريال كان بلاي اول ذا رول يعني مش كل الماتيريالز هتبتدي تديك كل الانديكيشنز اللي انت محتاجها لكن بتستخدم كتير انديكيشنز كتير زي ما هنشوف واكتشلي اليوزز اوف سيراميكس كامبلانت It's widely used now. كتير بنستخدم السيراميكس في مجال التركيبات على الإمبلانتس, إمبلانت بروستاتكس. This is the main concern in relation to ceramics في البروستاتيك أو البروستاتيك دنتستري. لكن السيراميكس يعني أعتقد دي برضو ممكن تكون حاجة مفاجأة لبعض الناس. السيراميك it's a filler form موجود في الكومبوزيت. كومبوزيت بتاعنا direct filling, direct composites. الفيلرز بتاعته it's a ceramic fillers. سيليكا فيلرز بعضهم فيهم ليثيوم فيلرز وزيركونيا فيلرز which is all ceramic this is ceramic fillers وبرضه السيراميكس موجودة في الكمبوزيت كفيلر فورم موجودة في السيمانتس which is resin cement resin cement الفيلر فورم اللي فيه it's a ceramic fillers بعض الأورثودونتست برضه دكاترتنا أصدقائنا الأورثودونتست بيستخدموا البراكتس اللي هي السيراميك براكتس أو اللي هي ترانسبيرنت براكتس بيسموها في الماركت آيس this is a ceramic برضه another type of ceramic بتستخدم في الأورثودونتيك يوز again السيراميكس كانت بتستخدم زمان في دانشر تيث زمان بقى استخدمت السنان الطقم نفسها من سيراميك بورسلين طبعا البورسلين فيه مشاكل كتيرة استخدامه كدانشر توث now الأكراليك هو الجولد ستاندرد دانشر تيث لكن عايز اقول ان السيراميكس برضو كانت بتستخدم في الـ في الكومبليتلي دانشرس بيشنت دانشر تيث موجوده في الانفستمنت ماتيريال في اللاب بصوا حضراتكم برضو دي ممكن تكون انترستنج بالنسبه لحضراتكم السيراميكس منها الالومينا بارتكلز الالومينا بارتكل موجوده في الـ في الابريسيفز بتاعه الرابر بولشنج كابس والرابر بولشنج كيتس اللي بنعمل بيها بولشنج للبيشنت ناتشرال تيث والبولشنج للكومبوزيت والبولشنج للزيركونيا والبولشنج للميتال All of these polishing agents formed of ceramic material. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن السيراميكس موجودة بأبليكيشن كتير جداً. It's not only related to our specialty, which is prosthetics, لكن موجودة باستخدامات كتير. هنركز إيه بقى؟ هنركز في استخدامات السيراميكس related للprosthetics, fixed prosthetics أو removable أو implant prosthetics. السيراميكس موجودة في إيه؟ Actually يا جماعة يعني هنعدد كده أنا ممكن أعمل إيه دلوقتي في 2020 من ceramic material. أنا ممكن أعمل partial coverage restoration من ceramics. استنى انا لسه ما جبتش السيرة عن الزيركونيا هجيب طبعا حالا لكن عايز اقول ان برضو دي حاجة مهمة جدا الزيركونيا هي نوع يا جماعة من العيلة الكبيرة اللي اسمها سيراميك العيلة كبيرة اسمها سيراميك نوع منها اللي هو الزيركونيا وفي منها بورسين منها ليثيوم بايسيليكيت اللي هو الايماكس وفي منها حاجة اسمها سوبرينيتي ماتيريالز كتير زيركونيا واحده منها انا هتكلم في الديتيلز والمين توبك لكن عايز اقول ان اكشلي يا جماعه جنرالي بقى عيله السيراميك دي بنعمل منها ايه كبروستاتكس اوفر ناتشرال توث اي كان فورم ان لايز وان لايز من سيراميك ماتيريالز واحد يقول لي يا دكتور هي كانت معموله الان لايز والان لايز دي من ماتيريال ايه قبل وجود السيراميك هنقول كانت معموله من جولد الويز بعض الناس كانت بتعمل من بيز ميتلز مش احسن حاجه لكن جولد كان موجود كاستخدام في السيراميك ماتيريالز بعض الناس استعملها من كومبوزيت ريستريشن ان دايركت كومبوزيت ان لايز اون لايز ناو بنعمل من السيراميكس ان لايز اند اون لايز اند اوفرلاي اتكلمنا المره اللي فاتت مع حضراتكم واعضاء المركز كلهم كانوا متواجدين معانا اتكلمنا في الاندوكراونز المره اللي فاتت وقلنا ان الجولد ستاندرد ماتيريالز للاندوكراونز هي الهايبريد سيراميك اند السيراميك ماتيريالز فبرضه ده وايد انديكيشن ويوز قوي جدا للسيراميكس لامينيت فينيرز ناو ما اقدرش اعمل لامينيت فينيرز دايركتلي من ماتيريال اللي عندها كالر ستابيليتي وبرودكشن اوف ذا ايثاتكس افضل من السيراميك ماتيريال زي ليثيوم سيليكيت برضه الفينيرز يعني السيراميك اوكلوزال فينير زي ما احنا شايفينه في الصوره اللي على اليمين ذيس از وان تايب اوف ذا فينير نوت تو كفر ذا ليبيال سيرفيس انتيريورلي ات كان كفر ذا اوكلوزال سيرفيس بوستيريورلي بيسموه حتى تيبل توب بيكفر الاوكلوزال سيرفيس بوستيريلي في البيشنتس اللي عندهم اتريشن عايز ترفع فيرتيكال دايمنشن بيشنت عندهم وير في الاوكلوزال سيرفيس البوستيريور بنعمل الماتيريال اللي اسمها اوكلوزال فينير ويتش از سيراميك اور هايبريد سيراميك ماتيريال ناو ممكن من ادفانسمنت اوف ذا سيراميكس ممكن اعمل سنجل كراون انتيريور انا بعمل ايه يا جماعه انا بعدد لحضرتك استخدامات السيراميكس ازاي كتيره وايد يوز انتيريور كراون من اول سيراميك طبعا او anterior bridge ممكن اعمل anterior bridge 3 unit او اكتر من ceramic material posterior crown single crown posteriorly او posterior bridge still ممكن اعمله من zirconia
up to connected crowns او long span bridges برضو ممكن نعمله من سيراميكس. فزي ما احنا شايفين around 8 indication why use the ceramics هنا بانواع مختلفه. This is what related, what is related to the old ceramic indication over natural tooth. What if we told you that ceramics, it can be used also in the field of implant prosthetics. Why do you use طبعا التركيبات اللي على الزراعة يعني كتير ممكن تكون PFM metal ceramic restorations وممكن تكون لو بتعمل حاجة complete denture أو over denture أو حاجات acrylic لكن برضو ممكن نعمل من الceramic implant prosthetics ب different indication بداية من إيه زي ما نشوف بداية من fracture الفكتشر نفسه الimplant body نفسه اللي هو داخل في البون في العظم بالناس دلوقتي تتكلم ان هو ممكن تعمل zirconia implants بتقارن البايوكومباتيبيليتي اوف زيركونيا امبلانتس بالجولد ستاندرد تايتانيوم تراديشنال امبلانتس فاكتشر بتقارن الاوسيو انتجريشن باور بتقارن السوفت تيشو اتاتشمنت اوف زيركونيا بالتايتانيوم ودلوقتي في ريسيرش وكيسز او كيس ريبورتس وكلينيكال ريبورتس ببلشد في الزيركونيا كزيركونيا فاكتشر ممكن نستخدم من الزيركونيا او السيراميكس ابوتمنت اوفر امبلانت مش الامبلانت بودي لا الابوتمنت واحد يقول لي دكتور هي الابوتمنت كانت معموله من ايه اصلا الجولد ستاندرد هقول لحضرتك تايتانيوم ده الجولد ستاندرد ابوتمنت يمكن في نوع من الابوتمنت او ذا سيرا اوف كاستم ابوتمنت او بيسموها كاستبل ابوتمنت هي جولد ابوتمنت لكن هو جولد ستاندرد اب تو ناو تايتانيوم لكن بيشنت عنده هاي ليب لاين وثين جنجيفال بايو تايب وفي الانتيرير زون which is very complicated cases very conflicting cases implant في الانتيرير زون فيفضل نستخدم له ceramic abutments, non-metal abutment عشان يبقى عندها color reproduction و static quality عالية فواخد بالك حتى الابوتمنت تتعامل من ceramic single crown على implant من ceramic bridges على implant من ceramic up to بقى اللي احنا بنسميه ال full arch hybrid restoration over implant implant supported with scrolling برضو بتعامل من زيركونيا هنا طبعا translucent أو monolithic زيركونيا زي ما هنتكلم برضو بتستخدم من ceramic كتير شوف يا جماعه احنا عددنا ايه عددنا around 12 او 13 application of the ceramics in our daily practice related to prosthetics or prosthodontics ده يعني aside بقى او beside the application of ceramics في الكومبوزيتس في الريفورم في السيمنتس في البولشنج ايجنت في الانفستمنتس في بعض الاورثودونتيك ابلاينسز استخدمتها كتير جدا I have to يعني من اللي احنا قلناه ده I have to understand well the property of each material اتش ماتيريال ايه هي الخصائص بتاع كل ماده مش هقول لك كومبوننت بتتكون من ايه عشان ما ابقاش كلام تقيل قوي خصائص كل ماده عشان اعرف استخدمها فين احنا قلنا اراوند 13 انديكيشن مفيش واحده ماتيريال واحده من السيراميكس اعرف اعمل منها كل ده لا طبعا كل واحده ليها خصائصها اللي ليها النجاح وليها برايورتي في الانديكيشن بتاعتها according to its property of each material. Very important هنا ان احنا نعرف the property of each material. This is what we mean by application or different application of ceramics. معلومة بقى عشان نبتدي ندبت كده مع حضراتكم ونتعمق اكتر في علم الزيركونيا او في field of zirconia. ان شاء الله الكلام يبقى لطيف يعني مع بعض. يعني السلايد دي صراحة واكتر السلايد اللي وراها مهمة. هقول السلايد وراها الاول وبعد كده نرجع للسلايد التاني. What is the difference between ceramics and porcelain? هل في فرق بين كلمة ceramics و porcelain? Actually في ناس كتير عندها لغط وفيها misunderstanding في الحتة دي البورسلين هو الceramic والceramic هو porcelain. لا actually عايز نقول لحضراتكم ان الceramics هو the big family. Ceramics is the origin. هي دي العيلة الكبيرة المين family اسمها ceramics. يندرج تحتيها one of the family porcelain. بورسلين واحد من السيراميكس ها غير الليثيوم دايسيليكيت الليثيوم دايسيليكيت اللي هو الاي ماكس يعني ده واحد من السيراميكس زيركونيا واحد من العيله السيراميكس زيركونيا ليثيوم سيليكيت اللي اسمها سوبرينيتي واحد من السيراميكس اوكي سيراميكس عندي عيله كبيره البورسلين هو واحد اتس سبيسيفيك تايب زي ما بقول لحضراتكم هنا هو واحد من السيراميكس دي حاجه مهمه السلايد دي يعني ممكن اقول فيها دقيقه او دقيقتين بالظبط مش هطول قوي لكن مهمه عشان هتفهمني property of each material انا بصراحه ده يعني cardinal slide السلايد دي مهمه جدا بنقول ايه بنقول ان ceramics على عكس المتلز مثلا يعني انت لو حضرتك عندك متل
عندك حاجه ميتاليك وعندك حتى حاجه سيراميك. الميتلز المايكرو ستراكشر بتاعها وذ مينينج اوف مايكرو ستراكشر، يعني لو جيت حضرتك تبص تحت الميكروسكوب وتشوف البروبرتيز او الارينجمنت اوف ذا اتومز اوف ذا ميتاليك اتومز، هتلاقي ان الميتلز كلها كريستال ستراكشر كريستالاين. وذ مينينج اوف كريستالاين اتس ريجولري ارينجمنت، يعني ليها ارينجمنت ريجولر في السبيس، ليها شيب كانت سداسيه اكساجنال رومبويدال كيوبيك حاجه اسمها تتراجونال. ها في ديفرنت كريستالاين شيب عندنا في الدنتال فيلد. الميتلز هي كلها كريستالاين، عشان كده تلاقي الميتلز ميكانيكال بروبرتس عاليه جدا. طب ايه السيراميكس؟ السيراميكس هي ميكتشر اوف، طبعا مع اختلاف النسب، ميكتشر اوف كريستالاين اند جلاسي فيز جلاسز، بعض الكتب بيسموها امورفس فيز او جلاسي فيز. السيراميكس جواها انا في الحته دي ممكن تكون حاجه الدبث اكتر يعني كساينتفك او ديب اكتر في في البيزك ساينس، لكن مهمه عشان هتفهمني استخدامات كل ماده من الزيركونيا اللي جايه مهمه جدا. بنقول ان السيراميكس تاني فيها جزء كريستالين وجلاسز امورفس اللي ما كانش موجود في الماتر. اه تمام. الجلاس اللي موجود في السيراميك ده اللي هو سيليكا باي ذا واي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الترانسلوسنسي. السيليكا او الجلاس عندها ترانسلوسنسي، عشان كده تلاقي السيراميك عندها ترانسلوسنسي. الميتال ما عندوش سيليكا، ما عندوش جلاسز، عشان كده ما فيهوش ترانسلوسنسي. لكن السيراميكس مع اختلاف النسب طبعا فيها جلاسز ففيها ترانسلوسنسي، بتديك شكل كويس وبتديك ميزه قويه جدا هتفيدني ان شاء الله في اخر البرزنتيشن النهارده. بتدي لحضرتك ميزه قويه جدا الجلاسز، وبليز كونسنتريت هير في الاتشابيلتي اند ادهيجن. كل ما يكون السيراميك ماتيريال فيها جلاس كونتنت كتير او فيها جلاس كونتنت عامه، بتكون عمليه الادهيجن والاتشابيلتي بتاعتها بريدكتبل وايديال وسهله، وبتدي لحضرتك بريدكتبل وفيري ساتسفاكتوري ادهيسيف باترن. الادهيجن بتاعها كويس جدا يكون فيها جلاس، لان الجلاس اتشبل I can manage بستخدم acid etch اللي هنتكلم عليه كمان شويه، واعملها etching كويس جدا. بس للاسف الجلاسز بزياده هتخلي الماتيريال براتل زي ما احنا شايفين هنا ميكانيكالي، بتخلي هنا ازاز هش جدا فراجايل، بتخلي الماتيريال عندها فراجيلتي وبراتلنس عالي. فالجلاس بيديك ميزه statically translucent وادهيجن اتشابيلتي، بيديك اتشنج وادهيجن كويس، لكن للاسف الجلاسز بتديك الفيز بتاعها سبريت الفيز وميكانيكال بروبرتيز بتاعتها قليله. طب وات اباوت بقى الكريستالاين اللي موجود في السيراميكس زي اللي موجود في الميتال هناك؟ كريستالز بتدي ميكانيكال بروبرتيز طبعا، لان الكريستالز هي لو في كراك في كسر هيحصل في الجلاس، الكريستال بيقف قصاده وبيمنع البروباجيشن ده ما بيخليش الماتيريال تتكسر. فكل ما الماتيريال يكون عندها كريستال كونتنت كتير ها، كل ما الميكانيكال بروبرتيز هتبقى افضل واعلى. بس خلي بالك بقى كريستال تديك الميزه دي فعلا، بس خلي بالك يمكن المعلومه دي يعني تدي بس ايه نقولها بمنطلق اخر ومنظور يعني ادق شويه. بعض الناس عندها ميس كونسبشن ان الكريستالز لما بتزيد بتخلي الاستاتكس وحشه، يعني تخلي الماتيريال الترانسلوسنسي والاستاتكس بتاعتها مش حلوه، لان دي كريستال بيقول لك ان هي بتبلوك اللايت وما بتعملش ترانسلوسنسي حلوه. هقول لحضرتك على حاجه، لو جينا اتكلمنا على الاي ماكس مثلا اللي هو واحد من السيراميكس، اي ماكس اللي كلنا عارفينه طبعا اللي هو ليثيوم بايسيليكيت ده الاسم الساينتفك بتاعه. فقلنا الليثيوم بايسيليكيت او الاي ماكس ده فيه كريستالز يا جماعه 70% كريستالز، 70% كريستالز و30% جلاس. اه تمام، في المعلومه دي لما هو فيه 70% كريستال فالميكانيكال فورس بتاعته عاليه كويس، كويس ميكانيكال فورس كويس. طب وات اباوت استاتكس؟ لو اكوردنج تو المنظور اللي بعض الناس واخداه عن الكريستالز لما بتزيد الميكانيكال او سوري الاستاتيك بروبرتيز وحشه، كريستال تزيد لما تبقى اوبيك، هقول لحضرتك الكلام ده مش دقيق 100%. ليه؟ لان الليثيوم بايسيليكيت الاي ماكس احنا دلوقتي بنعمل منه فينيرز جولد ستاندرد ماتيريال رقم واحد، ليثيوم بايسيليكيت، وبتعمل منه انتيريور كراونز عندها ترانسلوسنسي قدره ان انت حضرتك ما تقدرش تفرق بينها وبين الناتشرال. ايه ده معناه ايه؟ معناها 70% كريستال والماتيريال ترانسلوسنت في الاخر؟ ايه ده يعني مش معنى الكلام ان الكريستال لما بتزيد الاوباستي بتزيد الماتيريال بتبقى اوبيك؟ هقول لحضرتك اه. مش معنى الكريستال زادت يبقى الماتيريال عندها اوباستي عاليه، وبالدليل على كده زي ما قلنا اللي هو الليثيوم بايسيليكيت. هديك دليل برضو مفاجئ اكتر زي ما هتكلم كمان شويه، الزيركونيا يا جماعه هي فيها نسبه الكريستال بتاعتها بتوصل من 95 ل 98% كريستال.
ودلوقتي زي ما هتكلم في evolution of zirconia. zirconia عندها translucency قريبة من الليكي ميسيليكيت, يعني استخدمها anteriorly ومعرفهاش, يعني ليها aesthetic quality عالية. ايه ده يا دكتور, وهي 95% كريستال فيها aesthetic quality عالية؟ اه بالظبط. عايز تقول ايه؟ عايز اقول مش معنى الكريستال زيادة ان الاستاتيكس هتفقد استاتيكس, لا ده على حسب نوع الكريستالز اللي موجوده, على حسب ان حاجه نتكلم الكريستالز دي بتعمل ريفراكشن لللايت, بتعمل سكاترنج لللايت ولا بتعدي اللايت, على حسب سايز اوف ذا كريستالز قد ايه. كل الكلام ده بنتكلم فيه وهنشوفه ونعرف الماتيريال دي استاتيك ولا لا من البروبرتيز اللي بنتكلم فيها. معلش انا طولت هنا في السلايد دي, بس هي فيري امبورتنت وتش از ذا كور اوف زيركونيا. اي سيراميك ماتيريال, اي سيراميك اللي هي العيله الكبيره فيها different percentages of crystal و glass. يمكن الوحيدة اللي ما فيهاش glass خالص زيركونيا, اللي هو الكلام بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنتكلم معاه بعضينا فيه. This is application of different old ceramic material. وعرفنا حضراتكم على microstructure او استخدام او ال ceramic زي crystal ولا amorphous او glasses وايه كل واحد بيعمل ايه. طبعا نخش in depth ونشوف هاو تو كلاسيفاي. وهنا يا جماعه انا مش هتكلم برضو لان احنا هنا مش يعني مش بدي محاضره مثلا في 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 الجامعه مثلا, بدي محاضره في لكتشر, لا هدي كلام ساينتفك طبعا, وفي نفس الوقت ان كلينيكال بيز مهم جدا طبعا, عشان دي الحاجه اللي هتفيد حضراتكم. ومعظم حضراتكم طبعا كلينيشنز شاطرين جدا وكلينيشنز بتتعامل مع بيشنتس كتير, فايه هي الكلينيكال اوت كم اللي هطلع بيها من النهارده ده طبعا حاجه تهمني عشان يبقى استفدنا حاجه ساينتفك وكلينيكالي مع بعض, دي حاجه مهمه جدا. الكلاسيفيكيشن اوف سيراميكس يعني اكتر كده في كتب كتيره بتتكلم عن ديفرنت كلاسيفيكيشن للسيراميك ماتيريال. واحنا سوري اتفقنا ان السيراميكس هي العيله الكبيره وتحتها كذا ماتيريال, ماتيريالز كتيره, والناس كل 10 يعني مش هقول لك كل 10 سنين, يعني كل سنه ولا كل فتره قليله بيبتدي يتحدث في الماتيريالز, فلازم اي هاف تو بي اوير اوف اتش ماتيريال عشان اعرف استخدمها فين, عشان ما يجيش لاب, وانا ما عنديش مانع ان اللاب يبتدي يشاركنا في البلان, لكن ما يجيش لاب يريكومند يو ان انت تستخدم الحاله دي لليثيوم سيليكيت ولا زيركونيا, لازم ابقى فاهم. ما يجيش بيشنت يقول لك دكتور اعمل لي مثلا الفينيرز دي زيركونيا, وانت حضرتك تبقى فاهم الزيركونيا مثلا مش احسن حاجه في الفينيرز, ما هنتكلم. فلازم ابقى فاهم كل ماتيريال دي البروبرتيز بتاعتها عشان على اساسه هعرف الابلكيشن اوف ذيس ماتيريال. كلاسيفيكيشن بقى الناس بتتكلم في ايه يا جماعه؟ في كلاسيفيكيشنز كتير, وانا مش دوري ان انا اقول وسرد كلاسيفيكيشن وحاجات يعني ان ديبث قوي. خلينا نقول الكلينيكال يوز, انا كدكتور كده وهشتغل هعرف الماتيريال دي الكلاسيفيكيشن بتاعها على اساس ايه. يمكن من اشهر الكلاسيفيكيشنز عندنا هي المايكروستراكشرال كلاسيفيكيشن. وات دو وي مين باي مايكروستراكشرال كلاسيفيكيشن؟ ناس هنا بتقول قد ايه نسبه جلاس, ما احنا اتفقنا السيراميك فيها جلاس وكريستالين, قد ايه نسبه جلاس وقد ايه نسبه كريستلز. هو ليه المعلومه دي مهمه؟ ليه يهمك ان انت تعرف الكريستلز قد ايه والجلاسز قد ايه؟ لو حضراتكم برضو لو بنكتب مع بعض او يعني متابعين مع بعض, لان الكريستلز قلنا بتعرف لما بتعرف نسبتها قد ايه هتعرف الميكانيكال بروبرتيز بتاعتك قد ايه, وهتعرف تصنع الماتيريال دي انتيريور ولا بوستيريور, طب كراون ولا بريدج, طب بريدج 2 يونت ولا 3 يونت ولا اكتر, هتعرف منها معلومات كتيره. ولما تعرف الجلاس موجود ولا لا ونسبته قد ايه هتعرف تعمل اتشنج للماتيريال وتلزقها ازاي ولا لا, وتعرف الماتيريال دي ترانسلوسنسي والاستاتيك بتاعتها عامله ازاي. فدي معلومه مهمه ان انت تعرف الجلاس والكريستالاين ريشيو, ذا فيري امبورتنت انفورميشن, فيري امبورتنت داتا. تعالوا بقى نشوف ايه بقى كلاسيفيكيشن والناس بتتكلم في ايه. اكتر بقى عشان زي ما قلت لكم هنا في وايد فرايتي وفيرستايل كلاسيفيكيشن اوف سيراميكس ديفرنت فاريشنز. خلينا نتكلم ان اشهر كلينيكال كلاسيفيكيشن اوف سيراميكس, واكشلي دي برضه اكاديميك كلاسيفيكيشن موجوده في الساينس. الناس بتقسم السيراميكس يا جماعه لجلاس سيراميك ماتيريالز. جلاس سيراميكس ات مينز ان السيراميك ماتيريالز دي فيها جلاسز بديفرنت برسنتج, بتتراوح من 20% اب تو ممكن توصل ل 80 او 85% جلاس, بس في الاخر فاينل هي فيها جلاسز اسمها جلاس سيراميك ماتيريالز. وانذر جروب وانذر كاتيجوري ويتش از ذا مين كور ويتش از ذا مين ايم النهارده هنتكلم فيه اوكسايد سيراميكس. بعض الكتب هنا بتسميها بولي كريستالاين سيراميكس. وات دو ذي مين باي بولي كريستالاين سيراميكس؟ ذي مين ان الماتيريال دي نو جلاس كونتنت, لا ما فيهاش جلاس, اوكسايد سيراميكس دي ما فيهاش جلاس. وهنا بيندرج الماده اللي احنا هنتكلم عليها النهارده بتاعتنا هي الزيركونيا.
الزيركونيا بتندمج او بتندرج تحت تاني كاتيجوري، كاتيجوري رقم 2 اوكسايد سيراميكس، او ساعات بيسموها زيركونيا اوكسايد او بيسموها بولي كريستالاين سيراميكس. اخر كلاسيفيكيشن واحنا اتكلمنا عليها باستفاضه اعتقد في السيشن اللي فاتت مع حضراتكم، وحضراتكم كنا مع بعض تقابلنا في رمضان يعني، واتكلمنا على الاندوكراوند والهايبريد سيراميك ماتيريالز والفاليو والراشنال اوف هايبريد سيراميك ماتيريالز كاستخدامات من الانديكيشنز القويه في الاندوكراوند والانلايز وكده، ماتيريال عندها ريزيلينس. وزي ما قلنا الهايبريد سيراميك بدون بقى اعاده للكلام، الهايبريد سيراميك اتس ا ميكس اوف بوليمر اند سيراميك، not purely ceramic materials، ده polymer وسيراميك مع بعض، ودوت out of scope بالنسبة لي hybrid ceramic النهاردة، وactually glass ceramic برضو out of scope، لكن main scope عندي هو oxide ceramics category 2 oxide ceramics، هي واحدة منهم الزيركونيا اللي هي بقى الجوكر بتاعنا النهاردة، اللي هي اللي هنتكلم هنتكلم عليه كتير وهنسرده يعني، مش قصدي كتير عشان بس ما يعني مش طويل وتقيل على حضراتكم، انا اقصد معظم كلامنا هيبقى عليه، وده الايم بتاعنا اوكسايد سيراميكس بولي كريستالاين سيراميكس اللي هي واحده منهم زيركون. طبعا جلاس سيراميكس زي البورسلين زي ليثيوم بايسيليكيت زي سوبرينيتي زي نوع حاجه اسمها سيلترا ديفرنت ماتيريالز، ده اوت سكوب برده بالنسبه لي، لكن مينلي النهارده زي ما قلنا عن اوكسايد سيراميكس اللي هي زيركون. نفس كده جميل بعد ال 17 سلايدز دول، و ان دبث بقى ان شاء الله وان ديتيلز نخش في الزيركونيا بانواعها المختلفه، ويا دكتور النوع دوت استخدمه فين وما استخدموش فين، طب الزق الزيركونيا دي ازاي، طب اطلبها من المعمل احط عليها بورسلين ولا لا، طب استخدمها في اندوكراون وانلايز وفينيرز ولا لا، كل الكلام ده هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض. احنا في كاتيجوري فين؟ احنا في كاتيجوري 2 اوكسايد سيراميكس أو بولي كريستالاين سيراميكس. ليه سموها أوكسايد سيراميكس؟ لأن هي يعني فيها ألومنا اللي هي ألومنيوم أوكسايدز، ألومنا اللي هي أول بولي كريستالاين ماتيريال تطلع في العالم كله. أول بولي كريستالاين تطلع، وات ذا مينينج أوف بولي كريستالاين؟ زي ما قلنا جلاس فري. كلمة بولي كريستالاين يا جماعة أو دكاترتنا المحترمين هي جلاس فري. جلاس فري معناها ما فيهاش جلاسز خالص. نو جلاس، زيرو جلاس. ساعات بيسموها في بعض الكتب ماتريكس فري. او امورفس فري، ما فيهاش جلاسز، ما فيهاش ماتريكس، ما فيهاش اي نوع من السيليكا. كانت اول بولي كريستالاين او اوكسايد سيراميك تطلع كانت الالومنيوم اوكسايد. بص بقى اسمها الومينا، الومينا دي اللي هي الالومنيوم اوكسايد. خلي بال حضرتك من حاجه، هنرجع لسلايد 2. الومنيوم اتس ا ميتال، طبعا كلنا عارفين المعلومه دي طبعا، الومنيوم ده معدن، بس لما ميتال اهو، لما حطوا معاه النون ميتال اللي هو الاكسجين بقى سيراميك ماتيريال، بس مع الومينا بقت سيراميك ماتيريال، ما بقتش ميتال خالص. وده بيرجعنا لسلايد 2 اللي هي السيراميكس اتس ا ميكتشر اوف ميتال اند نون ميتال. كانت اول حاجه تطلع من بولي كريستالاين اسمها الومينا، اللي هي كان بيسموها بروسيرا. كانت بروسيرا كانت اكبر بيج اندستريال فاكتوري موجود في سويسرا. بروسيرا كان مطلعها اسمها بروسيرا اول سيرام، ودي كانت فعلا سيراميك ماتيريال موجوده، وكان عندها بقى عملت ايفولوشن عنيف جدا في الميكانيكال بروبرتس، لانه وصلت، ودي مهمه معلش انا هقول المعلومه دي هي ساينتفك قوي بس هتهم حضرتك جدا في الابلكيشن وانديكيشن مهمه جدا، وصل الايه الفلكتشر سترينث البندنج ريزيستنس، فلكتشر سترينث الماتيريال تريزيست البندنج، وصلت في الالومنا ل 900 ميجا باسكال. واحد يقول لي ايه ده؟ انا يعني ايوه انا استفدت ايه؟ هقول لحضرتك البورسلين، البورسلين لوحده مش بي اف ام، لا البورسلين لوحده الفلكتشر سترينث بتاعه كام يا جماعه؟ كام؟ انا بتكلم من 60 ل 70 ميجا باسكال. شايف الرقم كام بتاع البورسلين لوحده؟ ده ضعيف جدا. ده ما اقدرش اعمل منه خالص كراونز، ما فيش انسى طبعا الكلام ده لوحده بورسلين. اخره فينيرز يعني، او ممكن ميني فينيرز، او ممكن انلايز في بعض الاحيان. لكن هنا الالومنا وصلت لكام يا جماعه؟ الالومنا وصلت ل 900 ميجا باسكال، يعني اتضربت في 100، 900 ميجا باسكال. فلما طلعت الالومنا في بدايه الوقت مع البولي كريستالاين الومنا، الناس بدات تبقى مبسوطه جدا وفرحانه جدا، لان كده سيراميك ماتيريال هي الحمد لله عندها 900 ميجا باسكال، بتقرب شويه من مين؟ من الميتال. الميتال كام يا جماعه؟ الفلكتشر باندنج ريزيستنس، الميتال بيوصل الفلكتشر ريزيستنس بتاعه 1300 ل 1400 ميجا باسكال. احنا كنا فين وبقينا فين؟ كنا في 70 ميجا باسكال، وصلنا الماده 900، يعني قربنا شويه من المعدن اللي هي بولي كريستالاين الومنا.
ففعلا كانت موجوده، وكانت زي ما قلنا لحضرتك الاندستريال فاكتور بروسيرا او السيرام كان هو اللي بيسبلاي الماتيريال دي، وكان بيعملوا منها انديكيشن بقى بوستيرير بريدج 3 يونت 4 يونت بوستيرير بريدج بوستيرير كراون، فعملت لهم ايفولوشن عنيف قوي بروسيرا او السيرام اللي هي الالومنا. لكن عايز اقول لحضرتك في 2020 دلوقتي قلما ما هتلاقي بروسيرا او السيرام، او اكشلي مش هتلاقيها خالص، اللي هي البولي كريستالين الومنا مش موجوده بقى. اه ليه بقى؟ لان الزيركونيا ده بقى الجوكر بتاعنا والبوب بتاعنا زي ما بنقول كده، البولي كريستالين زيركونيا هي عملت سبستيتيوشن عنيف للالومنا. اه ليه؟ لان الزيركونيا زي ما هنعرف كمان شويه ان هي الفلكتشر سترانجز بتاعها قريب جدا من الميتال، 1100 ل 1200 1300، ممكن توصل 1400 ميجا باسكال. فديتك حاجه ميكانيكالي ها عندها فلكتشر سترانجز عالي، فبتعرف تستخدمها في بريدجز بقى زي ما انت عايز، بس طبعا بانديكيشنز وكرايتيريا معينه وسبان معين هنتكلم فيه، فهي اقوى من الالومنا. وكمان بتعمل حاجه اسمها ترانسفورميشن تافنج هنتكلم عليها دي كمان في بق البيشنت، ممكن يحصل لها سترانثنينج ما يحصلهاش ويكنينج بسهوله، يعني كمان في بق البيشنت مع الفورسز بيحصل لها رينفورسمنت. فطبعا في كلام على في البوينت دي، لكن ماتيريال اديتك من الميكانيكال بروبرتيز اللي انت محتاجها اللي انت ما كنتش لاقيها في الترياد. اكشلي الترياد كان السيراميكس مدياني استاتكس وبيولوجي، لكن ميكانيكالي ما كانتش مدياني السيراميكس ذيس بروبرتي. فبدات الناس لقت الزيركونيا اهي حط ايدك عليها، دي عندها ميكانيكال بروبرتيز عاليه، فكده هتبتدي تحقق الترياد سكسسفلي. بس طبعا ما فيش زي ما قلنا واحنا بنبصم على 10 بالمعلومه دي، ما فيش ماتيريال في العالم في الدنيا كلها بتدي كل الانديكيشن ينفع استخدمها في كل حاجه، لا طبعا كل ماتيريال ليها الليميتيشن بتاعتها. فالكور بتاعنا هو البولي كريستالان زيركونيا اللي هي الفلكتشر سترينث بتاعها الحمد لله وصل ل 1100 ل 1400 ميجا باسكال. ليه وصلت للفلكتشر سترينث العالي ده؟ ليه وصلت قريب من الميتال؟ اكشلي لان هي زي ما قلنا بولي كريستالاين، الكريستالاين كونتنت فيها في الزيركونيا بيوصل من 95% ل 99%، 99% او 98% كريستلز جلاس فري. وبعض الكومبوننتس الماينر كومبوننتس اللي بتفيدك في اللاب كتكنيكال وايز، لكن هي بولي كريستالاين مفيش جلاس، واحنا عارفين ان الجلاس هو بريتل فيز، جلاس بيحصل فيه كراك بروباجيشن، فالكريستال دي كلها كريستال فبتنهبت الكريك بروباجيشن فالفراكتشر بيبقى عالي. والماتيريال عندها فراكتشر سترينث يعني مقاومه الكسر بتاعها برضه ستيل بتبقى عالي، الناس بتوصلها اب تو من 10 ل 15% فراكتشر تفنس او فراكتشر ريزيستنس، وبرضه ستيل الماتيريال بتاعتي بتقاوم الكسر. دي كمان بتعمل حاجه اسمها ترانسفورميشن تفنينج هقول لحضرتك عليها كمان شويه، وصلت السترينث بتاعها من 900 ل 1400. انت جميل جدا كده ميكانيكالي وزي الفل تمام. بيولوجيكالي اتكلم الترايد بقى، نرجع للترايد بيولوجيكالي، لا باي كومباتبل الحمد لله يندرج تحت العيله اللي هي اسمها سترام باي كومباتبل ماتيريال ديفينتلي، ما عندناش بقى كوروجن ريزيستنس عاليه، يعني كوروجن بتاعتها عاليه ما بتصديش، باي كومباتبل الكليننج بتاعها والسيلف كلينزابيلتي بتاعتها سهله، مش بتاتراكت بلاك بسهوله، حتى لو عملت اتراكشن البلاك بتدي ريموفال بتاعه بيبقى سهل. فالبيولوجيكال بروبرتيز بتاعتها عاليه. لكن ايه المشكله دكتور من حضراته كده فعلا لو جت في باله المعلومه دي وفعلا هي كلام مظبوط، الزيركونيا دكتور ما فيهاش جلاسز ده كده كلها كريستلز، فديفنتلي الاستاتيك كواليتيز بتاعتها والابييرنس بتاعها بور استاتيك كواليتي فعلا. ذيس از ذا بروبلم، ذيس از ذا مين ايشو موجود في الزيركونيا اللي هي اللي احنا نسميها مع بعض فيرست جينيريشن، اول زيركونيا تطلع باي ذا واي، ان هي ما فيهاش جلاسز، فالترانسلوسنسي بتاعتها قليله. واحد يقول لي دكتور معلش ثانيه واحده، انت لسه من تلت ساعه ولا نص ساعه قلت لي ما تتخدعش من الكريستلز كتير، اللي ممكن تكون كريستلز كتير والماتيريال تبقى ترانسلوسنت. قال لي حضرتك 100% انت مظبوط، كلامك صح، كلامك 100% مظبوط وانا معاك 100%. مش معنى ان الكريستلز بتاعتك 98% ان هي الماتيريال اوبيك، لا دور على الكريستلز دي بتعدي لايت ولا بتعمل ريفراكشن للايت، كريستال سايز عامل ازاي، هل في بوروزيتي في الماتيريالز ولا لا، هل الريفراكتيف اندكس بتاعها ماشي مع اللايت وماشي مع الجلاس ولا مختلف؟ كل الكلام ده بدور عليه عشان اعرف في الاخر الماتيريال عندها اوباستي ولا ترانسلوسنسي. فالناس فعلا البروفد موجود، لقت ان الزيركونيا يا جماعه الايرلي اللي هي فيرست جنريشن اول حاجه ميكانيكالي زي الفل محقق اللي انا عايزه، بيولوجيكالي باي كومباتبل جميله جدا، لكن استاتيكالي افتقدت لل statics والترانسلوسنسي نتيجة ان الكريستالز هنا حجمها كبير، نتيجة الكريستالز بتعمل ريفراكشن لللايت،
وفي بارازيت كتيره في المانيفاكتشرنج فبدات الاوباستي عاليه. اتس ا بروبلم، يس اتس ا بروبلم، ليها حل هنتكلم عليه ان شاء الله مع بعض. ايه حل البور ايثاتكس الموجود في الايرلي تايب اوف زيركون؟ كلامنا عن زيركونيا زي ما قلنا يمكن المعلومه دي احنا قلناها اعتقد من شويه، وقلنا ان الزيركونيا ها هي اسمها يا جماعه زيركونيا، ماشي خلي بالك بس عشان فاهمين مع بعضينا، اسمها زيركونيا ها مش زيركون. زيركون اتس نوت ذا ايديال او بروبر نيم. زيركونيوم ليه بقى؟ لان ايه الفرق بين الزيركونيوم والزيركونيا؟ ها زيركونيوم ده بص معدن، زيركونيوم ده معدن اهو، ده البريودك تيبل بتاع مندليف باي ذا واي، ذيس از زيركونيوم اهو مكانه اهو. بيقول لك في جروب 4 جروب رقم 4 مع الميتال، حتى هو قريب من مين؟ قريب من التيتانيوم، ده تحت التيتانيوم. عشان كده بعض الناس بتقول هو واخد بروبرتس كتيره من التيتانيوم، عشان كده الناس بتاعت الامبلانت بروستاتكس بتبتدي تقارن البروبرتس اوف زيركونيا امبلانت فاكتشر مقارنه بالتيتانيوم فاكتشر، لان الزيركونيوم قريب من التيتانيوم في الجدول الدوري او بريودك تيبل، فلقيت البروبرتس بتاعته قريبه، فيلا نستخدمه كامبلانت بودي ونشوف الاوسيو انتجريشن عامل ازاي والباي كومباتيبلتي عامله ازاي والسوفت تشو اتاتشمنت. الموضوع اندر انفستيجيشن، وبعض الشركات على فكره بتسبلاي زيركونيا امبلانتس، في بعض الاستاديز بتتعمل، واكتشلي في استاديز عندنا في قسم البيري وقسم السيرجري على الزيركونيا امبلانت فاكتشر، يعني نتيجه ان هو زي ما قلنا قريب من التايتين. لكن الزيركونيوم هو معدن تمام. النهارده دكتور انت مش جاي تكلمني على المعادن، انت انا عارف ان النهارده حاجه اسمها زيركونيا ده سيراميك بس اسمها زيركونيا. زيركونيا يعني ايه زيركونيا؟ زيركونيا يعني زيركونيوم اوكسايد زد ار او 2، زيركونيوم اوكسايد يعني حطوا معاه الاكسجين. فسبحان الله لما الماتيريا بقت ميتال ونون ميتال وعملوا حاجه اسمها اوكسيديشن وحاجه اسمها ريدكتيف كالوريشن، يعني تكنيك كده في الـ في الـ في المانيفاكتشرنج بتاع الماتيريال، اتحولت البروبرت اوف زيركونيوم من معدن لزيركونيا سيراميك ماتيريالز. واخد بالك ان دوت معدن لونه جريش جراي ان كلر، زيركونيوم البيور فورم لما حطوا معاه الاكسجين بالتكنيك اللي هو ريدكتيف كالوريشن بقى لونه طبعا هو اوبيك، يعني انا عارف ان هو اوبيك طبعا في الايرلي تايبس، لكن ده قريب من الـ من الماتيريالز بعض السيراميك في الترانسلوسنسي العاليه، يعني بقى بروبرتس اوبتيكالي سيراميك. الزيركونيوم المعدن بيوصل حراره وكهرباء لانه معدن، الزيركونيا السيراميك ما بتوصلش ولا حراره ولا كهرباء لان هي مش معدن سيراميك. الزيركونيوم زد ار عنده كروجن ريزيستنس اوكي عاليه بس عنده عشان هو ميتال، دي ممكن يحصل له سام سورت اوف جالفانيزم او جالفانيك كروجن، لكن الزيركونيا اتس سيراميك ماتيريال دو نوت كرود، ما عندهاش عندها من البروبرتي دو نوت كرود، فكده برضو واخده خصائص السيراميك. فبليز فرق بين زيركونيوم اند زيركونيا، وتبقى عارف ان زيركونيا دي سيراميك ماتيريال اللي هو زيركونيوم اوكسايد، وده اللي بقى طبعا اللي احنا بنستخدمه عندنا في الدنتال فيلد. باي ذا واي زيركونيا موجوده ميديكالي كمان، في بيعملوا بيها هيب بونز وبيعملوا بيها ترانسبلانتيشن لبعض البوني كومبارتمنت في البادي كله، لكن احنا استخدمت الزيركونيا في التعويضات او الاستعاضه زي الاسم اللي احنا بنحبه دايما، الاستعاضه السنيه يعني استعاضه الاسنان او تعويض الاسنان، استخدامها طبعا زي ما اتكلمنا وهنتكلم استخدامها كتير. وبليز اسمها زيركونيا وليس زيركون، عشان بس هي المعامل بس واخده الاسم دوت، لان فعلا الشركه الكبيره في المانيا اسمها زيركونزان، بس دي كلمه جيرمان وورد، لكن هي فعلا في الليترتشر اسمها زيركونيا اللي هو زيركونيوم اوكسايد. نعرف زيركونيا ان هي عشان متل فهي بولي كريستالاين يعني جلاس فري، لان متل زي ما اتفقنا هي بولي كريستالاين، وكمان ليها ديفرنت كريستال ستراكشر، ليها ديفرنت كريستال مايكروستراكشر، اشكال الكريستال ذاتها مختلفه. ايوه يعني ايه الحته دي مهمه عشان هتفيدني كمان شويه، كمان بالظبط 5 دقايق في اليوزز اوف زيركونيا واستخدام كل واحده فين. في الزيركونيا يا جماعه في منها اللي موجود في النيتشر، في النيتشر حاجه اسمها مونوكلينيك فورم. مونوكلينيك ده شكل هندسي، دكتور محمد صقر او باشمهندس محمد صقر هيبقى عارف الشكل دوت، اقرب شويه للرومبويدل، حتى الناس بتوع الجيومتريكس بيقولوا ان المونوكلينيك هو اقرب شويه للرومبويد ستراكشر. مونوكلينيك فورم، ذيس از ا بيور زيركونيا، ذيس از ا بيور فورم اوف زيركونيا الموجود في النيتشر، اللي بيستخرجوه من النيتشر موجود في شكل مونوكلينيك.
بس الناس لقيت ايه؟ الناس لقيت لو زخنت البارتكلز دي لدرجه حراره من 1100 ل 2300، من 1170 ل 2370، هتتحول الكريستلز من مونوكلينيك لتتراجونال، رباعيه الشكل تتراجونال. معلش انا عارف الحته دي ممكن تكون ساينتفك وبيزك ساينس شويه، بس هتفيدني كتير والله فعلا كمان شويه في الميكانيكال والاستاتكس قويه جدا عشان ابقى فاهم، ومفيش معمل يعمل لي جايدنس ولا بيشنت يعمل لي جايدنس ولا حد يقول لي استخدم دي فين، انا ابقى فاهم كل حاجه وعارف يعني قد ما اقدر كل حاجه. فبنقول ان التتراجونال فورم تحصل عليه ازاي؟ تجيب الرو زيركونيا، الرو اللي هي موجوده في النيتشر، وتسخنها عند درجه الحراره دي وتبقى تتراجونال. واحد يقول لي ليه انت عايزها تتراجونال؟ هقول لك كمان 20 ثانيه ليه. بس خلي بالك الترانسفورميشن ده اتس ريفرسبل ترانسفورميشن. وات اي مين؟ يعني لو سبت التتراجونال فورم يبرد يحصل له كولينج داون، هيرجع تاني المونوكلينيك، هيرجع تاني يبقى مونوكلينيك. طب انت ليه عايز تتراجونال؟ هقول لك عشان التتراجونال هو ذا موست سترونج فيز اوف زيركونيا، اقوى فيز فيهم هو التتراجونال فورم. فانا عايز اخلي زيركونيا دي تتراجونال، مش دعوه. ها فيعملوا ايه في المصنع؟ طبعا الكلام ده في اللاب، يجيب الرو فور ويسخنها للرقم الحراره ل 1100 ل 2370. جميل. بس حضرتك لو بردت يا دكتور هترجع تاني مونوكلينيك. جميل قوي. في حاجه موجوده في الجيوماتريكس وفي الهندسه عامه وفي الساينس، ان انت بتحط سم برسنتج اوف ستابلايزرز، بيسموها كيميكال ستابلايزرز، عشان تمنع التحول الريفرس بالله، عشان تحافظ على شكل التتراجونال في الروم تمبرتشر، يعني يفضل زي ما هو في الروم تمبرتشر تتراجونال فورم، عشان هو ده قلنا اقوى فيز ميكانيكالي. هو ده على فكره 1100 و1200 و1300 ميجا باسكال اللي انت عايزهم. فانت اوكي بعمل سوري يا مصنع كفاكتوري، سخن للرقم ده وحط البرسنتج اوف الاستابلايزرز الموجوده دي. مين الاستابلايزرز دول؟ دول في عندي حاجه اسمها يتريوم اوكسايد. احنا قلنا بقى الام والاي اي ده يتريوم، ده البيور، والاي اي مع اكسجين. يعني يتريوم اوكسايد بيسموه يتريا، اوكي، او سيريوم اوكسايد بيسموه سيريا، او مغنيسيوم اوكسايد هيسموه مغنيسيا، او كالسيوم اوكسايد بيسموه كالسي. This is a different types of stabilizers بتتحط في الماتيريال عشان تبقى تتراجون اللي هو most stable و most strong form of zirconia. حلو. مين اكتر واحد بيستخدم؟ هو اليتريوم اوكسايد اللي هو اليتريا، ده اكتر واحد وموجود. بيحطوه بنسبه قد ايه؟ معلش الرقم يعني لو حضراتكم تحبوا تضيفوا لمعلوماتكم، بيتحط ب 3y مول بيرسنت، يعني الفوليوم بتاعه 3 مول بيرسنت، عشان كده بيسموا الزيركونيا دي 3y تتراجونال زيركونيا. شفت الاسم؟ عشان حضراتكم لما تيجي تقروا في ارتكل وبيبرز وفي تكست بوكس وتلاقي انه كاتبين على الزيركونيا كلمه 3y تي زد بي، ده الاسم الساينتفك، البيور ساينتفك فورم اوف زيركونيا 3y تي زد بي، 3% مول يتريوم اللي هو الواي دي يتريوم تتراجونال زيركونيا بولي كريستالاين. يعني الزيركونيا التتراجونال اللي حطيت فيها 3% عشان تبقى ستيبل في الفورم دوت ات روم تمبرتشر. فتستفيد لما تبقى كده، يديها بقى المعمل يعمل لها ميلينج ويديها للبيشنت، وهي دي اقوى فورم وميكانيكالي وجميله والناس تستخدمها والدنيا زي الفل. انتقل للاخر فورم عشان بقى ابتدي اخش في انواع الزيركونيا. قال لك لو سخنت بقى لاعلى من الرقم ده، وصلت ل 2600 او ممكن بعض الناس بتوصل ل 2900 درجه، بتتحول الزيركونيا لكريستالاين فورم مختلف خالص اسمه كيوب، مكعب، كيوبيك فورم. امتى؟ لما بسخن درجه حراره اعلى من 2300 بقى كيوبيك 4. طيب واحد من حضراتكم برضو دكتور، ما برضو لو بردت التحول ده انت قلت لنا ان هو ريفرس يعني ترجع تاني، هقول لك صح كلام مظبوط. عشان كده بيحطوا ايه؟ ها ستابلايزرز، حاجه من الحاجات اللي موجوده تحت دي ستابلايزرز. بس هنا بقى مش هيحط 3%، هيبتدي يزود شويه، لان كده انت الحراره عليت الحراره، فممكن يحصل الترانسفورميشن يرجع تاني بسهوله. فقال لك لا هنزود ستابلايزرز اعلى، تبقى 4% ممكن توصل ماكسيمم 5% يتريوم زيركونيا بولي كريستالين اللي هي كيوبيك 4. اختصارا كده احنا بنستخدم ايه؟ طبعا بنستخدم تتراجونال فورم اقوى فورم فيهم وهنتكلم فيه، وبعض الاحيان طبعا في نوع من انواع الزيركونيا طبعا هنتكلم فيها برده هي الكيوبيك 4. انا بس حبيت اعرف حضراتكم ان النيتشر اوف زيركونيا ان هي معدن ومعاه اكسجين، زيركونيوم اوكسايد،
وحبيت اعرف حضراتكم برضو ان هي بولي كريستالين فيهاش جلاسز وفيها ديفرنت كريستالين فورم، عشان من القصه دي هنبتدي بقى نطلع ب ديفرنت تايبس اوف كلينيكال زيركونيا اون اور ديلي بيز. نستخدم الزيركونيا دي في كلينيكال يوز ايه هو بالظبط؟ يمكن الزيركونيا، هرجع لكوست ترانسفورميشن توفنينج دي، لكن الزيركونيا يا جماعه بصوا بقى يا جماعه هنا بقى يعني كلام بليز، انا معلش انا عارف انا لغايه طبعا شويه، لكن الكلام اللي فات هو قوم فعلا وبرسي قواعد وشويه بيزس موجوده عشان نفهم اكتر، لكن اللي جاي ده هو ده شغلنا، هو ده الكلينيكال يوز بتاعنا، هو ده البيزس اللي احنا بنشتغل بيه اون ديلي بيز. الجزء اللي جاي ده ايه يا دكتور؟ انواع الزيركونيا اللي موجوده في السوق. بص في عندي اربع انواع موجوده في السوق من الزيركون، فور تايبس او اكشن فور جنريشن زي ما بعض الناس بتسميها. في عندي فيرست جنريشن زيركونيا، سكند جنريشن، ثيرد جنريشن، ولسه بنتكلم في 2017 2018 لسه من ثلاث سنين مطلعين الفورث جنريشن which is the latest form of zirconia موجود nowadays اللي هو الفورث جنريشن. نمسك واحد واحد كده ونشوف كل جنريشن فيهم بيديني ميكانيكال عامله ازاي، بيديني استاتكس عامل ازاي، واشمعنى دول اللي بتدور عليهم في الترياد، زي ما احنا متفقين ان كل السيراميكس بايو كومباتبل different grades بس كلهم باي كومباتبل، فانا كباي كومباتبلتي انا مش متضايق كلهم هيدوني باي كومباتبلتي، لكن انا بدور على الميكانيكال استاتكس ايه هي وايه الديفرنت كونسنتريشن فيه. خلينا نبتدي الاول كده بسم الله كده مع بعضينا بالفارس جنريشن اوف زيركونيا، بدايه بقى الايفولوشن اوف زيركونيا وايه اول جنريشن واستخدمه امتى والميكانيكال بروبر بتاعته ايه، ده هنشوف مع بعضينا. فارس جنريشن اوف زيركونيا، الفارس جنريشن اللي هي الزيركونيا اللي قلنا عليها من شويه يا جماعه اللي هي 3Y، وقلنا مين هي الواي دي؟ اللي هي اليتريا اللي هو اليتريوم اوكسايد موجود بنسبه 3% فوليوم، تتراجونال زيركونيا بولي كريستالاين، اسمها كده ساينتفك 3Y TZP. دي الزيركونيا اللي حطوا 3% طبعا سخنوها ل 1100 او 1000 او 2100 و وحطوا فيه 3% يتسم عشان تفضل في انهي فورم يا جماعه؟ اهو تتراجونال، ما اسمها ايه؟ تتراجونال فورم. اشمعنى الفورم ده؟ لان هو ده اعلى ميكانيكال بروبرتس موجود، ذيس از تتراجونال فورم. بعض الكتب هنا لفظ جميل جدا بيسموه لو ترانسلوسنسي زيركوني. يعني اعرف ايه؟ اعرف الزيركوني دي اتس اوبيك زيركوني. تعال نشوف ميكانيكالي ايه رايك في الفيرست جنريشن يا دكتور؟ احنا قلنا مونوكلينيك هو ضعيف جدا اللي هو اول فورم خالص. تمام، التتراجونال اقوى واحد حلو، فالميكانيكال بروبرتيز ثاني عاليه جدا، واكشلي الفيرست جنريشن هي اعلى ميكانيكال بروبرتيز، اعلى واحده هنا بتوصل ميكانيكال بروبرتيز ساعتها من 1200 ل 1400 ميجا باسكال. حضرتك عارف ده قريب من رقم مين؟ قريب من رقم الكوبالت كروميوم والنيكل كروميوم باز ميتلز ميتال، ان هو اصله ميتال، فالميكانيكال بروبرتيز بتاعته عاليه جدا. ففعلا الميكانيكال بروبرتيز اوف ذا ثيرد جنريشن فيري هاي. حلو، ده واحد اوف ذا تراياد. وات اباوت البايو كومباتبل؟ خلاص احنا بايولوجيكالي احنا متفقين كله بايو كومباتبل. وات اباوت الاستاتكس؟ للاسف ذيس تايب اوف زيركونيا الثيرد جنريشن از سوري از اوبيك ماتيريال، اوبيك ماتيريال. بص هات اما نسمع اهو لو ترانسلوسنسي، مفيش ترانسلوسنسي. ليه؟ جلاس فري. اه ماشي جلاس فري اهلا وسهلا، بس جلاس فري دي مش هي دي المعلومه اللي انا مستنيها. جلاس فري مش معنى ان هو جلاس فري او في جلاس قليله ان هو مش ترانسلوسنت. اقول لك صح كلام حضرتك مظبوط 100%، لكن معنى كلمه ان هو جلاس فري، بص على الكريستلز اللي هي الزيركونيا كريستلز اللي موجوده في الفيرست جنريشن، مالها؟ حجمها كبير يا جماعه، اللي هو تتراجن، هو تتراجن الفورم، الحجم بتاعه كبير. خد دي بقى من حضر يعني مننا كده معلومه، يعني بص الشكل التتراجونال ده اللي هو الفورم ده يا جماعه مو في العلم باي ريفرنجنت، كلمه تقيله شويه، بيسموه باي ريفرنجنت فورم. وات ذا مينينج باي ريفرنجنت؟ ذيس فورم او الشكل ده بيعمل ريفرنجنس لللايت او ريفراكشن لللايت، بيكسر اللايت، فاللايت يعدي يخبط في الكريستال الكبيره اصلا فيبتدي يحصل له سكاترينج، فالماتيريال تبقى اوبيك.
مفيش ترانسلوسنس، اللايف ما بيعديش توتالي ترانسلوسنس، سوري اوبيك. فالفيرست جنريشن هي اوبيك زيركونيا، مشكله طبعا. الاستاتيك ساعتها مش حلو ليه؟ لان الفورم اللي هو تترايجونال بايرنجنت فورم وحجمه كبير، وكمان في الومنيوم بيحطوا معاه برسنتج اوف الومينا، والالومنيوم اصلا هو ميتال واوبيك قوي، فكده الاوباستي بتاعته عاليه. واحد يقول لي يا دكتور ده كده مشكله وحشه قوي ان الزيركونيا دي اوبيك، فانت كده افتقدت، عشان كده انا حاطط لحضرتك الترياد معايا اهو، افتقدت الاستاتكس. هو باي كومباتبل ماشي على عيني وراسي، ميكانيكالي جميل على عيني وراسي، استاتيكالي للاسف هي اوبيك. ما لهاش حل دي يا دكتور؟ لا لو لها حل طبعا. اذا كان حضرتك الميتال سيراميك اللي هو المعدن اللي هو لونه جراي، تعرف تحط عليه بورسلين وتدي شكل كويس، ما بالك بقى الزيركونيا اللي هي الباودر بتاعها زي ما وريت لحضرتك، او دي البلوكات بتاعتها والبلانكس، دي البلوكس والبلانكس اهي، ما بالك لونها ابيض، فسهل تعمل لها ماسكينج. ايوه يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول والله الفيرست جنريشن لو لها حل في موضوع الاستاتكس اللي مش حلو ده، يعني عملوا ايه؟ حطوا عليها بورسلين سامبل يعني، ها، وعملوا حاجه اسمها بي اف زد زي ما حضرتك شايف معايا هنا كده، بي اف زد نفس شكل بي اف ام، بورسلين فيوز تو زيركونيا زي بورسلين فيوز تو ميتال بي اف زد. فبدات الماتيريال زي ما حضرتك شايف هنا، ده الرو بارتكلز، ولما دي البلانكس بتاعتك بعد الميلينج، ده شكل البريدجز بعد الميلينج، بتبقى اوبيك وعندها ترانسلوسنسي قليله، ايه المشكله يعني؟ حط عليها بورسلين، اعمل بورسلين فينيرنج عليها زي ما انت عملت بي اف ام، اعمل بي اف زد، فكده هتستفيد استاتكس. وكتير بقى في الليترتشر موجود فكره البي اف زد دي موجوده كتير. طيب فالفينيرنج بتاعها طبعا عشان بدون خوض في تفاصيل كتيره، بتعملها فينيرنج ديفرنت تكنيكس، وان اوف ذا موست كومباتبل تكنيك، وان اوف ذا موست افوردبل تكنيك، ومعظم اللاب اورينتد بيه واكسبيرينسد فيه هو البورسلين. حط عليه بورسلين سهل، لان يعني معامل كتيره بتعرف تعمل بي اف ام، تحط بورسلين على المعدن، شاطرين قوي في الحته دي. يعني عايز زيركوني يحط عليها بورسلين. واحد يقول لي بص بقى الحته دي مهمه ازاي؟ بص دكتور، هو نوع البورسلين اللي هحطه على المعدن هو نفس نوع البورسلين اللي هحطه على الزيركونيا؟ ديفنتلي لو حد حضراتكم ممكن يانسر، ديفنتلي نو، ذي ار ديفرنت. بورسلين اللي هتحطه على المعدن مختلف عن بورسلين هتحطه على الزيركونيا. ليه؟ لان لازم الاثنين يكونوا ماتشنج مع بعض في حاجه اسمها سي تي اي، كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، عشان يمسكوا مع بعض. لما يجي يبرد ويخرج من الفرن الاثنين يمسكوا مع بعض، ما يحصلش ما بينهم كراكنج ويفلق من بعضيه بلغه المعمل اللي هي بيتكلموا بيها. فنوع البورسلين اللي بتحطه على الزيركونيا يا جماعه بليز مختلف تماما عن البورسلين بتحطه على المعدن. ها ده انا عايز اقول لك كمان ان نوع البورسلين اللي بتحطه على المعدن الكوبالت كروميوم مختلف عن نوع البورسلين اللي بتحطه على المعدن اللي هو التيتانيوم اصلا. ها لازم ادور على الكوفيشنت بتاع كل واحد يكون متقارب من بعضيه. فانا عايز اقول ان الناس حلت فكره الاستاتكس اللي مش حلوه في الفيرست جنريشن والاوباستي اللي موجوده زي ما حضرتك شايف، حط عليه بورسلين واستفيد الاستاتكس. جميل بي اف ام، سوري يا ناس بي اف زد بقى هنا، بورسلين فيستو زيركوني. طيب دكتور انت سمعت عن حاجه اسمها معامل بقى، بص المعامل بكلام بقى الايه التكنيشنز واللاب طبعا على عيننا وراسنا طبعا، وهو بقى يبتدي يغري الدكتور، خصوصا بقى لو الدكتور مثلا يعني الداتا مش كتيره مثلا، يقول لك ايه دكتور بص بقى انا هحط لك، بص هقول له ايه، هيحط لك اي ماكس ها على الزيركونيا كده، ايه داخل الجنه عندك اي ماكس وتحط على الزيركونيا. ايوه يا معمل، الاي ماكس اللي انت هتحط على الزيركونيا ده، هل هو يعني بتعمله بريسنج على الزيركونيا، ولا بتعمله كات كام على الزيركونيا، ولا باودر وليكويد؟ يقول لك لا ده باودر وليكويد. لا فحضرتك لازم تقول له هو ده يا معمل او يا لاب تكنيشن اتس نوت اي ماكس. لا يا دكتور ده مكتوب عليه اي ماكس على فكره. بس اقرا للاخر، هو اسمه اي بي اس اي ماكس سيرام زي ما حضرتك شايف اهو في السلايد، اي ماكس سيرام لشركه ايفوكلار. ايفوكلار طبعا واحده من البيج كومباني المشهوره في الدنتال فيلد، مسبلاي او عامله سبلاي يعني لايه؟ لبورسلين. ذيس از بورسلين اي ماكس سيرام اتس ا بورسلين. ما باودر وليكويد يا جماعه مفيش باودر وليكويد موجود، يعني طبعا في حاجه اسمها روسايت، لكن مفيش باودر وليكويد موجود دلوقتي غير يعني معظمه يعني بورسلين. فمعمل ما يخدعكش لو سمحت، ما يقولش لحضرتك انا هحط لك ايماكس ها على زيركونيا فانت تفتكر الايماكس اللي هو الايماكس بتاع الفينيرز. لا الايماكس بتاع الفينيرز ده بيتعمل بكات كام تكنولوجي او بريسنج، وخلي بالك ده تكنيك بيتعمل بيه فينيرنج للزيركونيا، بس مش باودر وليكويد.
الباودر الليكويد اللي بتحط على البورسلين تاني. هو انا هقفل القصه دي. اتس ا بورسلين نوت ايماكس. هو اسمه ايماكس سيرام. حظنا بقى ان شركه ايفوكلار مسميها ايماكس وعشان تلخبط الناس هي لخبطه بقى كده. ف بس اسمه ايماكس سيرام which is by the way it's a fluoroapatite او نانو fluoroapatite في الديسباثيك بورسلين. يعني لو عباره عن fluoroapatite سيراميكس ومعاه بورسلين اتس نوت ليثيوم دايسيليكيت ات اول. ده مش ايماكس عشان بس ما يخدعكش. يقول لك هديك تركيبه اسمها زيركو ماكس وزيركونيا عليها ايماكس. طبعا بالكلام ده نوت ذات ترو 100%. فبنقول ان اول جنريشن نرجع تاني اول جنريشن يا جماعه اول جنريشن بي اف زد جميله بقت جميله ها كانت اوبيك حلو حط عليها بورسلين فديت لحضرتك ميكانيكال ال 1300 ال 1400 اللي انت عايزه ها وبيولوجيكال زي الفل. استاتكس انت مبسوط لما حطيت عليها بورسلين مبسوط مبسوط بس مش قوي. ليه؟ لان بعد فتره لقينا الفيلير ده بيحصل. ايه اللي حصل؟ حصل زي ما انت شايف حضرتك هنا في البريدج المعمول بي اف زد حصل تشيبنج فراكتشر اوف مين اوف بورسلين. البورسلين اتكسر اللي على الزركونيا مش اسمه بي اف زد مش الزركونيا اللي اتكسر. واحد يقول لي هي الزركونيا ما بتتكسرش اقول لك لا في حالات معينه الزركونيا بتتكسر فيها اكيد. لكن الميجر دروباك والميجر فيلر اللي موجود في الفيرست جنريشن احتياجها للبورسلين المانداتوري اللي لازم دوت عشان تديك استاتكس خلاها ان هي مش من المنطق ان انت عندك ماده قويه زي زيركونيا تروح مغطيها ببورسلين اللي هو ضعيف وتخلي عيني ياكل عليه وينزل فورسز عنيفه على اللي هو ضعيف اللي هو بورسلين فعشان كده بيتكسر. يمكن اكتر سبب من الفراكتشر او بيسموه بقى في تشيبنج اوف ذا بورسلين فينيرنج على زيركونيا المس ماتش اللي بيحصل في الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن. استخدام بورسلين رديء او الكوفيشنت بتاعه مش متناسب مع الزيركونيا فحصل ما بينهم فراكتشر. وبليف مي ذيس فيلير احنا بنشوفه على فكره في البي اف ام كتير مش قليل. ها تلاقي كتير البي اف ام ميتال سيراميك بريدج ولا كراون بعد فتره تلاقي البورسلين عليه طقش حصل فيه كراك كسر. ان انت مغطي المعدن القوي بورسلين. عشان كده يمكن دي تركيبه من التركيبات اللي شخصيا بحبها يعني اللي هو الفينير خصوصا بقى لو عين موافق ومش متضايق من الحل ده. ها فينير ديستريشن او الفيسنج دوت بالذات في المولرز والكلام ده ايه فيسنج حط له بقى البورسن وسن اوكلوزل لكن خلي عيني يعض في مثل. يا سلام ده جميل قوي ده جميل ده ان شاء الله مش هيحصل له حاجه يعني باذن الرحمن يعني. ها لكن انت فكره ان انت تغطي الاوكلوزال سيرفيس كله ببورسن فانت كده خليت البورسلين هو متعرض للفورس ممكن يتكسر. غير فرق الكوفيشنت اللي بيحصل غير بقى المانيفاكت مش التكنيك البروسيسنج بقى بتاع البورسلين دخله فرن ويبرد كل شويه في بابلز كتيره في ميه كتيره كل الكلام ده بيعمل فيليرز في البورسلين. ففكره البي اف زد في الفيرست جنريشن كانت ناجحه يس ميكانيكالي وبيولوجيكالي واستاتيكالي لكن للاسف احتياجها للبورسلين خلق لها زي ما دايما بنقول خلق مشكله هو حل مشكله الاستاتكس بس ستيل خلق مشكله الفراكتشر والتشيبنج اوف ذا فينير خصوصا بقى ايه لو العين ده يعني بقول لك لو نورمال بايت ممكن يحصل كده لكن عن هيفي بايت بروكسيزم كلينشنج عنده سام سورت اوف اي بارا فانكشنال هابت فراكتشر على طول ريبورتس على طول تمام. فمنها الناس بدات تفكر يا نهار ابيض طب ما تيجي نطلع بانذر جنريشن. احنا قلنا فورث الفيرست جنريشن للاسف خلقت مشكله الفراكتشر اوف ذا بورسلين فينير لاسباب مختلفه. فبعد الشركات ايه؟ بص بقى الحته الجميله دي. الشركات بدات تقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلع لك بقى زيركونيا ها؟ ما تحتاجش بورسلين اصلا. شوف ايوه هتعملوا ايه؟ هطلع لك زيركونيا زي ما مكتوب هنا اسمها ترانسلوسنت زيركونيا. ايوه يعني عايز ايه يعني؟ يعني هخلي البارتكلز بتاعتها فاكر فكره ان هي ما بتعديش لايت؟ اخليها تعدي لايت واخليها ترانسلوسن وتخلي الترانزميشن اوف لايت اسهل وتخلي الفاينل استاتيك اوت كام بتاعها عالي. ايه ده فعلا هتعملوا كده؟ اه فعلا هقدر اعمل كده. طب ازاي قولوا لنا هتعملوا ايه؟ ودي موجوده في الماركت باسم ايه؟ واستخدمها امتى؟ والزها ازاي؟ ده ما هنتكلم طبعا. دي اسمها ترانسلوسن زيركون. ده السكند جنريشن. هنا هنتقل بحضرتك بقى السكند جنريشن. الجنريشن او الجيل الثاني من الزيركونيا او بيسموها المودريت ترانسلوسنسي. شايف الاسم جميل ازاي؟ مودريت ترانسلوسنسي لان في ثيرد جنريشن هاي ترانسلوسنسي. هتكلم كمان شويه. الناس عملت ايه عشان
تحسن الترانسلوسنسي اوف زيركونيا. يمكن دي بوينت اوف انترست لبعض من الدكاتره المحترمين اللي معانا يسالنا هو السكند جينيريشن هم يا ترى عملوا ايه في اللتشر وفي الستاديز عشان يحسنوا الترانسلوسنسي والاستاتكس اوف زيركونيا اللي هي الفيرست جينيريشن. بص هقول لك طبعا هنا اللتريتشر هيفي لودد ب اكسبلانيشن وداتا وديسكريبشن هاو تو ميك زيركونيا ترانسلوسنت. انا هنا هدي لحضرتك بريف كده عن الناس عملت ازاي ترانسلوسنس للزيركونيا ومنها هطلع بقى لليوزز بقى اللي هتهم حضرتك بقى واسمها ايه اصلا موجوده في الماركت طب انا اروح اشتريها واخلي المعمل يشتريها اسمه ايه ده اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله. عملوا ايه بريفلي كده يمكن جمعنا فور مين اوثرز وكلينيكال ريسيرش منهم وبفتخر طبعا ان واحد منهم هو صديقي وحبيبي يعني دكتور كمال عبيد يعني من الناس وصديقي في الديبارتمنت ودفعتي يعني وكان واحد من الليدرز صراحه في الريسيرش بتاعته والاستاديز بتاعته عن الزيركونيا والترانسلوسنت زيركونيا ومعاهم بقى ديفرنت اوثرز بداوا يقولوا ان انت ممكن تلعب في ايه ممكن. بص فاكر الفيرست جينيريشن كنا حاطين فيها الومينا. طب ليه كانوا حاطين فيها الومينا فيرست جينيريشن؟ عشان تسهل عمليه السنترنج وتخش الفرن بدل ما تاخد مثلا سوري 12 ساعه 13 ساعه ممكن تاخد لها 9 8 ساعات الالومنيوم اللي موجود ده. تمام شونج ايتال بدا يقول بصوا يا جماعه احنا هنعمل ايه هنبتدي نقلل نسبه الالومينا لان الالومينا اتس اوبيك وبتعمل سكاترنج لللايت. هتوصلها لكام يا شانج؟ هوصلها ل 0.05 5% نسبتها قلت وهقلل الالومينا دي وهزود لك حاجات تساعدك في السنترنج ما تضايقكش في الاستاتكس. جميل حلو قوي دي وان اوف ذا ترايلز وتحترم وجميله. هولمان بدا يتكلم بعديه وقال بصوا يا جماعه انا هخلي الزيركونيا دي ترانسلوسنت وتعدي لايت ازاي ان انت الاوريجن او الرو زيركونيا هبتدي هدخلها الفرن واعمل لها سنترنج عند تمبرتشر عاليه ممكن توصل لدرجه حراره 1550 درجه حراره 1550. طبعا انت حضرتك عارفين المعمل بعد ما بيعمل مالينج للزيركونيا كلها بتعمل بالمالينج بيدخلها الفرن في سنترنج سايكل بيدخلها الفرن في فرن سايكل اسمها سنترنج. بيقول لك المعمل ايه بص يا دكتور احنا هنخلي بقى الكراونز والبريدجز دي هتبات النهارده في المعمل في الفرن هما كده بيسموها كده ان فعلا تفضل في الفرن راوند يعني بنتكلم 7 ساعات 8 ساعات ممكن توصل 9 ساعات. فبنقول الهولمان بدا يقول ايه هولمان بدا يقول بصوا يا جماعه انا هعلي الحراره بتاعه السنترنج هوصلها ماكسيمم بليز ماكسيمم 1550 ودوت هيعمل ايه يا هولمان هبتدي اقلل البوروزيتي اللي موجوده في الكريستلز وخلي بالك البوروزيتي بتعمل سكاترنج لللايت ففعلا لما اللايت هيعدي وهيلاقي بوروزيتي قليله فهيبتدي يعدي ما يحصلوش سكاترنج. ترايل تحترم وجميله يا هولمان. دكتورنا وصديقي وحبيبي دكتور كمال عبيد برضو في 2014 بدا يقول هو طبعا واوثرز معاه في الاستادي بدا يقول بص هنوصل حراره 1550 او من 1350 ل 1550 وهبتدي ازود الهولدنج تايم في السنترنج فيرنس وازود السنترنج تايم شويه بحيث ان انا ادي فرصه ان انا ادكريز البوروزيتي برضو وان انا اخلي الجرين باوندريز الزيركونيا عباره عن جرينز وجرين باوندريز تقل فكده يبتدي اللايت يعدي بدل ما يحصل له سكاترنج. ايوه يعني عملت ايه؟ يعني انت زودت الهولدنج تايم حراره عاليه ماكس 1550 زودت الهولدنج تايم والهولدنج تمبرتشر بحيث ان انا اخلي البوروزيتي تقل واللايت يبتدي يعدي فالسكاترنج تبقى احسن. زانج ايتال يمكن واحد برضو من الترايلز الجميله بتحترم وقال لك الزيركونيا دي يا جماعه ترانسلوسنت السكند جنريشن ات از ان ذا فورم اوف الرو فايبر ساتها بالنانو سايز بتوصل 100 نانو متر. ايوه يعني ايه اللي هستفيد منه لما اكون البارتكل بالنانو سايز اللايت الويف لينكس مع اللايت طبعا زي ما حضراتنا عارفين من 480 ل 720 نانومتر دي ذا ويف لينكس اوف ذا لايت. فتخيل بقى انا اديت لك زيركونيا البارتكل ساعتها بالنانو اصغر فابتدي اللايت يعدي مفيش حاجه كبيره صغير اهو فابتدي يعدي يحصل له ترانسلوسنسي ما يحصلش سكاتن. This is the main trials في trials اخرى لكن this is the main major trials to make zirconia second generation to make zirconia translucent بالdifferent trials اللي تحترم ومنهم طبعا زي ما قلنا صديقنا دكتور كمال. فهي دي الفكرة اللي طلعوا بيها second generation والحمد لله عرفنا نوصل لزيركونيا اسمها translucent zirconia. معما بقى سمان حضرتك ايه دكتور انا رحت المانيا بقى السنه اللي فاتت ولا في الاي دي اس اللي فات ولا رحت قعدت في دبي وجبت بقى زيركونيا اسمها مونوليثيك زيركونيا قالوا لي عليها في المعرض اسمها مونوليثيك زيركونيا ما تيجي نجربها مع بعض.
تمام. لها اسم تاني اسمه فول كونتور زيركونيا. What the meaning of full contour? Full contour يعني هتعمل ال designing of the crown or the bridge attack هتعمله full contour أو full anatomical كله من زيركونيا. يعني مش هتحط عليه porcelain من الآخر. No porcelain needed. Monolithic zirconia, full contour, full anatomical. خلي بالك واحد يقول لي بقى من حضراتكم كده وأنا أعتقد السؤال ده هيبقى مكتوب هيتسأل لنا. هي monoclinic ولا tetragonal ولا cubic ولا انزا ما قلتليش. لا هي tetragonal برضو. ايه ده تتراجنال زي الفيرست جنريشن؟ اه امال هم عملوا ايه عشان تبقى ترانسلوسنت؟ قلنا الترايلز اللي فاتت تبع السايز والتمبتشر والكلام ده كله تمام. يعني ما لعبوش في الكريستالاين فورم اللي موجود. اه تتراجنال يعني اسمها 3 وايت تتراجنال اه بس مودريت ترانسلوسنسي مش لو ترانسلوسنس. جميل. يعني الميكانيكال يا دكتور زي اللي فات اللي قبليه يس يمكن اقل 50 او 100 ميجا باسكال ماكس. ايه ده يعني الميكانيكال بروبرتي على السكند جنريشن عاليه يعني استخدمها بوستيريور وتبقى مثلا توصل لي الميكانيكال بروبرتي ساعتها مثلا من 1000 و1100 و1200 ميجا باسكال اقول لك اه. طب والاستاتكس اهي ترانسلوسنسي مودريت ترانسلوسنسي ساعتها عاليه يعني مش عايز اقول عاليه اتس اكسبتد ترانسلوسنسي مش محتاجه بورسلين. فانا مش خايف من قصه ان انا احط عليها بورسلين وتتكسر والتشيبنج والكوفيشنت والبروكسيزم. الدايلاما اللي كانت في الجنريشن دي بيزد ناو يعني ده versatile و very commonly used this type of zirconia second generation. طب دكتور انا تعبت بقى من الكلام ده ما تقول لي موجوده في الماركت باسم ايه؟ هقول لحضرتك حالا. one of the main major company which can supply zirconia في monolithic translucent form second generation هي Gladwell. it's a big factory big lab مش actually مش lab هو institute كامل وفاكتوري موجود بيسمي زيركونيا دي اللي هي second generation يسموها بروكسازير. شايف الاسم جميل ازاي؟ بروكسازير يعني الزيركونيا اللي تمشي مع الناس اللي عندها بروكسيزم. ايه ده اشمعنى؟ لان هي مش محتاجه بورسل. فانا كده خليت الراجل اللي عنده بروكسيزم ده يعرف يعض على ايه؟ على زيركونيا اللي هي قويه اللي هي 1400 و1200 وبتاع فمش هيحصل لها فراكشن وبيسموها سوليد زيركونيا. شركه دي شركه طبعا امريكي جلادويل. طبعا المنافس ليها على طول كاتانا نوريتاكي يابان. كوراري نوريتاكي بدات تنافس بقى جلادويل وتقول لك بص بقى متعاطفين حضراتكم طبعا مبجلين تسمعوا النوع زيركونيا ده هنزل لك يا دكتور زيركونيا اسمها كاتانا زيركونيا. كاتانا زيركونيا ده اسم زيركونيا خلي بالك وده مش اسم الشركه. الشركه اسمها نوريتاكي او كوراري دي ياباني طبعا كوراري نوريتاك. زيركونيا بتاعتها اسمها كاتانا اتش تي خلي بالك مكتوب عليها اهي هاي ترانسلوسنت يعني هي مسميها هاي ترانسلوسنت كاسم يشد الناس بس ستيل الترانسلوسنسي بتاعتها مودريت او اقل من اللي بعديه زي ما هنتكلم. فسواء الكاتانا زيركونيا او البروكسازير اللي هي السوليد زيركونيا في بريتاو برضو شركه ايطالي مشهوره على فكره وبريتاو من الزيركونيا الموجوده كتير وموجوده على عند حضراتكم اعتقد اللاب برضو بيشتغل بيها. واحد يقول لي دكتور طب انا المعمل جاب لي زيركونيا اسمها ناسيرا مثلا ناسيرا دي بقى اني واحده فيهم؟ هقول لحضرتك بص يعني مش مطلوب دي برضو سؤال حته مهم مش مطلوب من حضرتك ان انت تبقى عارف وطبعا وان كان لو انت حضرتك عارف كل انواع الزيركونيا موجوده افيلبل في الماركت يبقى طبعا بيرفكشن. لكن مش مطلوب مني قوي ان انا ابقى عارف كل الفاكتورز وكل الماركت منزل زيركونيا بانواعها ايه. بمعنى ايه يعني لازم تحفظ يعني المعمل قال لك انا عندي اسمها ناسيرا جميل قوي تفتح الجوجل مثلا وتعمل سيرفنج على ناسيرا زيركون حلو وتشوف نوعها دي ايه هيكتب لك في البروشور بتاعها طبعا وفي ساينتفك داتا وكلينيكال ريبورتس وكيس ريبورتس عليها وتكنيكال داتا ويقول لك هي سكند جنريشن 3 واي ولا 4 واي ولا 5 واي عشان تبقى اورينتد وفاهم. طب دكتور انا ما اعرفش المعمل شغال باي نوع زيركونيا فانا مش ضامن بقى هو اني واحد. لا حضرتك لازم تروح وتشوف يعني اكيد لازم تشوف المعمل لحضرتك تو بي اونست وتراست بينك وبين اللاب اللي انتوا عارفين تشتغلين باي نوع طبعا عشان تعرف تستخدمه فين. لكن مش كل انواع زيركونيا بتستخدم زي بعض لسه هقول الاستخدامات. لكن رجوعا تاني سكند جنريشن فدول اكتر حاجتين موجودين في الماركت سواء كان بريتاو او بروكسازير او كاتانا اتش تي دي اكتر انواع زيركونيا موجوده اللي هي السكند جنريشن والحمد لله الترانسلوسنس بتاعتها حلوه مودريت بس احنا بنطمع للافضل في الترانسلوسنسي اللي هي مين اللي هي الثيرد جنريشن زيركونيا ثالث جنريشن الثيرد جنريشن زيركونيا يمكن دي طلعت بقى وعمل ايفولوشن بقى اكتر في 2010 او 2009 بدات تعمل ايفولوشن برضو شركات البيج نيم زي قلنا جلايدويل يو اس اي وكاتانا نوريتاكي يابان
بدأوا يقول لك بص بقى انا هطلع لك زيركونيا ها سوبر ترانسلوسنت، شايف بقى اللعبة في الالفاظ، او الترا ترانسلوسنت زيركونيا، او انتيريور زيركونيا، شايف برضو جلادول مسميها انتيريور زيركونيا. بعض الشركات بيسموها زي دان سبلاي سيركون اكس تي اكستندد ترانسلوسنسي او هاي ترانسلوسنسي. هي لعب المسميات. عشان كده بقول لحضرتك ان انت يعني يو هاف تو ريد ويل كل ماتيريال بالسبيسيفيكيشنز بتاعتها بالتكنيكال داتا عشان تبقى عارف ويتش تايب اوف زيركون. عملت ايه بقى؟ ده دوري ان انا اقول لحضرتك عملوا ايه في الثيرد جينيريشن، الجيل الثالث من الزيركون. الناس عملت ايه؟ الناس عملت زيركونيا، ها بص كيوبيك زيركونيا. اي دو لاف ذيس نيم كيوبيك زيركونيا، ده هو نيم هيجيب من الاخر. ثالث جينيريشن ده اسمه كيوبيك زيركونيا، او من معنى اللي المين او مش مين يعني في برسنتج عاليه من الكيوبيك فورم اللي هو ثالث فورم موجود في الزيركونيا اخر واحد، اللي هو كنا بنسخن ل 2000 اعلى من 2300 ممكن اوصل ل 2600 وبنحط قد ايه؟ بنحط ستابلايزر، فاكرين اليتريا 4 واي او ممكن اوصل ل 5% 4% او 5% يتريا. فانا كده لما حطيت اليتريا دي فانا كده عرفت اوصل لاخر فورم اللي هو الكيوبيك. تمام، اهلا وسهلا. استفدت انا ايه بقى كده؟ استفدت الترانسلوسنسي نمبر 1. احنا طبعا متفقين الباي كومباتيبلتي خلاص كلنا في اتفاق عليها، لكن الترانسلوسنسي عندها هاي ترانسلوسنسي زيركونيا، ها وفعلا هي ذا موست ترانسلوسنت فورم اوف زيركون كيوبيك زيركون. ليه؟ اقول لحضرتك، فاكرين كلمه باي ريفرنجنت ان هو الفورم اللي بيعمل سكاترينج لللايت؟ ده تتراجونال اللي هو تاني فورم. الكيوبيك فورم اتس ا نون باي ريفرنجنت. الكيوبيك فورم ما بيكسرش اللايت، الكيوبيك فورم بيعدي اللايت، الريفراكتيف اندكس بتاعه قريب من اللايت، الكيوبيك فورم السايز بتاعه صغير، فكره النانو والكلام ده كله، فهتلاقي الترانسلوسنسي بتاعتك عليت. حلو؟ حلو. استفدت ايه؟ ستاتكس طبعا، عشان كده الاستاتكس بتاعته عاليه. برضو ما يحتاجش بورسلين، خلي بالك الكيوبيك زيركونيا دي المين انديكيشنز بتاعتها انتيريورلي، عشان كده بروكسا زير مسميها اهو انتيريور شيدد زيركونيا، فيها ديفرنت شيد ومالتي شيدد وبلوكات فيها كذا شيد، لكن هي بيسموها بروكسا زير انتيريور، على عكس اللي هي السكند جينيريشن اللي كانوا مسمينها بروكسا زير سوليد زيركونيا. لعبه في الالفاظ. دي بوستيريور زيركونيا ميكانيكالي عاليه، ستاتكس على قدها بوستيريورلي، لكن الكيوبيك هي ستاتكس اعلى، عشان كده بستخدمها انتيريورلي. واحد يقول لي طيب جميل كيوبيك نون باي ريفرنجنت وسايز صغير بيعدي لايت، حلو، ايه رايك في الاستاتكس يا دكتور؟ جميل. ميكانيكالي دروبت تو هاف، نزلت النص. ايه ده؟ يعني انت وصلت من 1400 ل 700 ميجا باسكال، وممكن توصل 650 ميجا باسكال، ممكن بعض الاحيان توصل ل 800، بعض الشركات بتقول يعني انت وصلت هنا 650 ل 800. ايه الدروب الفظيع ده؟ ليه حصل دروبنج جامد قوي كده في الفلكتشر سترينجز بتاع الماتيريال اللي هي كيوبيك زيركونيا؟ بيكوز اتس نوت ذا سترونجست فورم، يعني ما فيهاش تراجنال كتير، هي فيها تراجنال باي ذا واي بس نوت تراجنال بالنسبه لها زي اللي فات، وفي نفس الوقت ما بتعملش ترانسفورميشن تافنينج وبتتحول من شكل لشكل، فهي بتفتقد للميكانيكال بروبرتس. بس بليف مي ذي ار ساتسفاكتوري جدا تو بي يوزد انتيريورلي. ستاتكس حلوه جدا، كويسه جدا، وبعض الشركات وبعض الناس واحنا طبعا بنريكومند تو بي يوزد انتيريورلي كومباربل تو ليثيوم باسيليكيت اللي هو الاي ماكس، ممكن استخدمها بديلا عن الاي ماكس بعض الحالات، يعني الترانسلوسنس بتاعتها عاليه. ميكانيكالي ال 650 وال 700 دول كافيين جدا استخدمهم انتيريورلي. كمان شويه هقول لك في البوستيريور بريدجز لونج سبان، لا طبعا دي مش احسن حاجه خالص، فدونت جو فور ات فور بوستيريور لونج سبان بريدجز. لكن هي ناجحه جدا الكيوبيك زيركونيا اللي هي ال 5 واي او ال 4 واي بارشلي ستابلايزد زيركون، موجوده في الماركت بقى باسم ايه؟ الثيرد جنريشن. موجوده بروكسازير انتيريور ده فور جلادويل، بريتاو انتيريور فور بريتاو ايطالي، او موجوده كاتانا زي ما انا كاتانا ياباني بس مش اتش تي بقى، بيسموها يو تي الترا ترانسلوسنت، او اس تي سوبر ترانسلوسنت. شايف الالفاظ لعب بالالفاظ، يو تي الترا ترانسلوسنت واس تي اللي زي ما حضرتك شايف اهو البلوك مكتوب عليه اس تي ام ال سوبر ترانسلوسنت، وهنا الترا ترانسلوسنت. فالمعمل يقول لك دكتور بص انا عندي احسن نوع زيركونيا موجود في السوق،
عندك ايه؟ عندي كتانة. كتانة؟ بس كتانة منزلة ثلاثة لاينز مش لاين واحد. أني كتانة فيهم؟ هو لو ما عمل الشيء مش هيبقى عارف. فحضرتك تبقى عارف أنا عندي حاجة اسمها كتانة اتش تي هاي ترانسلوسنت. This is second generation. ميكانيكال عالية جدا. Moderate translucency. عندي كتانة اس تي ويو تي ديكيوبيك فورم. بستخدمها انتيريورلي. ميكانيكالي مودريت. والاستاتيك ساعتها اعلى. فلازم ابقى عارف كل الماتيريال. واحد من حضراتكم يقول لي طب والشركه الصيني الزيركونيا الصيني اللي اسمها كذا دي اني نوع فيهم؟ اقول لحضرتك لازم اقرا عنها وتفتح التكنيكال داتا وتشوف which form of zirconia is it. This is a third generation. نيجي لاخر ترايل. انا عارف طولت على حضراتكم. اخر ترايل من الزيركونيا وموجوده من 2017. يمكن ترايلز من قبل لكن بدات تظهر وتنطلق الى العنان في 2017-2018 اللي هي فورث جينيريشن زيركونيا. الفورث جينيريشن زيركونيا كانت الليدر هنا شركه مين؟ ايفوكلار. ايفوكلار اي بي اس ايفوكلار. جلايدويل ستيتس وكتانا يابان كانوا ليدرز في قصه الزيركونيا السكند والثيرد جينيريشن. وبدأت الناس تستخدمها بقى بكثرة وكل السوق بيبتدي ياخد الحاجات دي. فايفوكلار كانت مركزة قوي طبعا في الاي ماكس اللي هو الاي بي اس اي ماكس. ولما لقيت ان السوق كله مش بيروح لها في الزيركونيا فقالت لا نقف بقى ثانية واحدة واقفة. لازم نحدث الدنيا شوية. ما ينفعش كده. لازم نشتغل اكتر ونطلع للدكاترة والتكنيشنز بعض او نوع من انواع الزيركونيا يشد السوق من الستيتس الجلادول والكتان. ايوه طلعتوا ايه بقى يا اي بي اس انتوا ايفوكلار؟ طلعنا زيركونيا اسمها زيركاد برايم. زيركاد برايم. كان دكتور روبرت وينتر في الارتكل بتاعته اللي كتبها في سبير ايديوكيشن واحد من ال يعني فيري 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 فاليبل ايديوكيشنال انجن موجود ريليتد للدنتال فيد اللي هو السبير ايديوكيشن. واي ريكومند يو ان حضراتكم to join this education. هو طبعا online education و very valuable. بيقدم داتا قوية جدا صراحة سبير education. دكتور روبرت وينتر بقى في الارتكل بتاعته اللي كتبها في جون 2019 بدأ يتكلم على ال fourth generation روبرت وينتر IPS زيركاد prime. عملت يعني عايز اقول زي قلبان في الزيركونيا جينيريشن الفورث جينيريشن دي. وابت ناو هي ليهم الاثوريتي الفوكلار ان هي عامله توب سيكريت على التكنولوجي اوف ذيس فورث جينيريشن. وعملوا ايه عشان اقول لحضرتك يعني الفكره في الماتيريال دي. لكن هم عملوا ايه انترنالي ستيل موضوع البيتنس بتاعته وقليله جدا وتوب سيكريت على القصه دي شركه فوكلار في زيركاد برايم. لكن عايز اقول لحضرتك بقى الناس عملوا ايه عملوا ايه ايفوكلار هنا. حطوا ان اوان بلوك واحده ها النوعين السكند والثيرد زيركونيا جينيريشن. حطوا ال 3y وال 5y ان اوان بلوك مع بعض. اقول لك انت عارف فكره اقول لك عارف فكره ريزن موديفاي جلاس اينومر اللي هو الفوجي مثلا والايكويا وبتاع. ما تيجي نحط كومبوزيت وجلاس اينومر مع بعض كده وناخد ميزه ده وميزه ده صح موجوده وخلينا نشتغل بيها. طب حلو هنا عملوا ايه الناس؟ عملوا الايفوكلار طبعا وزي ما كتب عنهم روبرت وينتر فقلنا في سبير ايدوكيشن 2019 بدا يقول بص بقى ايفوكلار عملت حاجه قويه جدا. حطيت لك في بلوك واحده ذا تو فورم. دي منظر البلوك بتاعه ده الكروس سكشن اوف ذا بلوك. تو فورم ال 3y وال 5y السكند جينيريشن والثيرد جينيريشن ان وان بلوك. يعني بديك اللي انت عايزه. حطوا ال 3y اللي هي سكند جينيريشن في الجزء الدنتين زون الجزء السيرفايكال زون والدنتين والميدل وان ثيرد لان هم عارفين الدنتين او اللي هو ده اللي بيدي سبورت والزينس والميكانيكال بروبرتس و و فحطوها في الجزء السيرفايكال بحيث ان هو يديك الميكانيكال بروبرتس اللي انت عايزها. طب والانامل فورم والانسايزل لا ده حطوا فيه ال 5y اللي هو عنده ترانسلوسنسي عالي. فالزيركاد برايم بقى 1 بلوك ها بيديك التو ادفانتجز. بيديك الميكانكس اللي انت عايزها في الجزء السيرفايكال والميدل والجزء الانسايزال الاستاتكس اللي هو الثيرد جينيريشن اللي هو الكيوبيك فورم. فانت كده مش محتاج ميكانيكال قوي في الانسايزال 650 اهي وتحت 1200 فانت كده مش عايز يعني كتر خير الدنيا. This is what we call fourth generation او mix between 3 and 5y zirconia.
والبيتنسي هنا قليله في المعلومات عنها كتكنيكال وايز لسه ستيل الموضوع توب سيكريت بقولك 2017 2018 ويسموا التكنولوجي اسمها جريدينت تكنولوجي ميكس بتوين التو رو بارتكلز عملوا لها ميكس ازاي وكده لسه الموضوع اندر انفستيجيشن وكتير عندنا في الديبارتمنت عندنا بنعمل ريسيرش كتير على قصه دلوقتي بنعمل اي انفستيجيشن طبعا الزيركات برايم موجوده في الماركت هنا في مصر طبعا هي موجوده في المانيا وبرده موجوده في ماركت الايجيبشن ماركت هي دي فكره الفورث جينيريشن وذيس از استفدت ايه بقى هنا زي ما قلنا استفدت الميكانكس اوف ذا سكند والاستاتكس اوف ذا ثيرد فاستخدام الفورث جينيريشن انتيريرلي وبوستيريرلي اللي انت محتاجه وات ايفر يو نيد ممكن تستخدم هنا وهنا ما عنديش فيها اي مشكله خالص اللي هي الفورث جينيريشن اب تو ناو احنا كده معلش خدت من وقت حضراتكم كتير لكن احنا كده اتكلمنا على الفورث جينيريشن اوف زيركونيا وذر ذا فيرست اولدست فورم then I mean the origin or first generation اللي هو كان opaque ولازم عليه porcelain second generation moderate translucency third generation cupic zirconia high translucency and fourth generation which is gradient technology mix between the second and third واحد يقول لي دكتور عايز تقول من كلامك ان اول نوع بس اللي حط عليه porcelain يعني تاني نوع او second generation والثيرد والفورث ما حطش عليهم porcelain لا طبعا تقدر تحط عليه بورسلين برضو ولو انت محتاج تعمل ماتشنج مع ناتشرال محتاج باي لاير ريستريشن وتديك استاتيك كواليتي عاليه تقدر تحط عليه بورسلين طبعا اي نوع منهم بس بوتين كونسيدريشن ان ما يكونش عنده بروكسيزم ما يكونش عنده هيفي لود عشان تقدر تحط بورسلين في الاوكلوزال او الانسايزر اون ثرو قربنا يعني تو جو تو ذا اند لكن ابلكيشن كلينيكال ابلكيشن هي الزيركونيا دي يا دكتور استخدمها فين؟ ينفع استخدمها في كل حاجه كل حاجة يعني اي انديكيشن ان دايركت ريستريشن احط زيركونيا بقى وجميله اهي وانا عندي اربع انواع يا دكتور وانت قلت لي اهو بقالك ساعه ولا ساعه وشويه عمال تكلمني واربع انواع ومش عارف ايه واليوزز كتيره فهستخدم كل حاجه هقول لحضرتك حالا وات ار ذا ابلكيشن اند ليميتيشن اوف زيركون زيركونيا في البروستاتكس اوفر انا مالي هتكلم في اوفر ناتشرال يمكن ان شاء الله يبقى لنا لقاء اخر لو اتكلمنا زيركونيا في امبلانت بروستاتكس لكن اوفر ناتشرال احنا ممكن نعمل ومع بعضينا كده يا جماعه عشان الحته دي مهمه نكتبها كده مع بعض ممكن نعمل من الزيركونيا انتيرير سنجل كراون ينفع؟ اه ينفع سنجل كراون تعمله زيركونيا زيركون زيركونيا يعني تعملوا زيركونيا طب ده شكله وحش قوي انتيرير قلنا بقى الثيرد جنريشن كيوبك زيركونيا ممكن جدا ما عنديش مشكله فورث جينيريشن جميل بص سكند وفيرست ممكن بس حط عليهم بورسلين بليز انتيريرلي عشان تديك استاتكس عالي كيوبك مش محتاج لانه عنده ترانسلوسنس عالي انا بقول مش محتاج باشمهندس محمد في مشكله؟ لا يا دكتور اتفضل مفيش حاجه زي الفل اوكي فبقول لحضرتك ان انت مش محتاج ان انت تحط عليه بورسلين اللي هو الثيرد ثالث جنريشن فورث جنريشن هم عندهم ترانسلوسنسي عاليه لكن الفيرست والسكند في الانتيريرلي بليز دو بي اب زد بورس انتوستوماتال او معمل بيسموها بقى كات باك ليبيال كات باك يعني بيشيل يعني بيعمل كونتور بس ليبيالي بيحط عليه بورس لكن بالاتلي بيسيب عليه زيركونيا عشان الفورسز ممكن اعمل حاجه زي كده انتيريرلي طب ممكن اعمل ايه تاني من زيركونيا يا دكتور انتيرير ممكن اعملها انتيرير بريدج ايه ده ينفع اعمل انتيرير بريدج من زيركونيا اه ينفع كم يونت عادي 2 يونت جميل لو انت بتعمل كانتليفر ميسنج لاترال مثلا 3 يونت اه ممكن ايه مشكله ميسنج سنترال طب 4 يونت اه جميل 5 6 يونت اه ممكن اعمل اب تو 6 يونت انتيرير بريدج من الكنال للكناين وبليف مي بقى بص الحته دي معايا ها مفيش ماتيريال سيراميك تقدر تعمل منها 6 انتيرير بريدج غير زيركون تاني يعني ما ينفعش اعمله من ايماكس ليثيوم باسيليكيت لا ايماكس احنا قلنا اخره 3 يونت انتيريور بريدج ايه ده يعني ما ينفعش اعمله من سلترا وسوبرينيتي اللي هو فيهم 10% زيركونيا لا 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 هو 6 يونت واكشلي اكتر من 3 يونت ما ينفعش تعمل غير من زيركونيا تمام اني جنريشن من الاربعه اعمل ال 6 يونت ده ممكن تعمل سكند جنريشن حط عليه بورسن بليز انتيريورلي حلو بص ثيرد جنريشن بلاش بص يا جماعه من الاخر كده واكتب معايا ثالث جنريشن اللي هي الكيوبك زيركونيا احنا قلنا كام في ليكتشر 650 او 800 ما تستحملش هي 6 يونت من الاخر
الكيوبيك زيركونيا ثيرد جينيريشن خليها نفس استخدامات الاي ماكس اللي هو ليثيوم دايسيليكيت من الاخر عشان ما نبتديش نتعوض. يعني التالت جينيريشن دي خلي نفس استخدامات الاي ماكس يعني اخرها 3 يونت انتيريور بريدج يعني على استحياء جدا 4 يونت يعني لكن اكتر من كده بليز دو نوت يوز الثيرد جينيريشن. اه يعني بريدج عندي يا دكتور انا متلخبط معلش بريدج من الكناين للكناين 6 يونت اهو هعمله من اي نوع زيركونيا يا دكتور؟ ممكن فيرست مش هتلاقيه موجود في السوق قوي على فكره وتحط عليه بورسلين سكند جينيريشن حط عليه بورسلين او فورث جينيريشن بقى ما تنساهوش اللي هو زير كات 5 من غير بورسلين بقى والدنيا جميله اللي هو تحت 5 وفوق 3 واي جميل جدا. طب تعمل ايه تاني من زيركونيا بوستي نخش بقى بوستيرير سنجل كراون اي نوع من الاربعه جينيريشن جميل سنجل بوستيرير بريدج ايه ده ينفع اعمل بوستيرير بريدج من زيركونيا؟ اه بريدج براحتي بص بقى الحته دي يا جماعه بصوا بليز اكتب معايا الحته دي بريدج براحتي يعني براحتي اي بريدج يعني بوستيري اللي يعمله من زيركونيا يس شورت سبان ميسنج سنه واحده بوستيرير وات ايفر بقى 5 6 وات ايفر ميسنج اثنين بوستيرير جنب بعض ممكن يعني ميسنج 5 و 6 يعني بريدج عندك من ال 4 لل 7 اه ممكن اعمل الزيركونيا باني جينيريشن هقول لحضرتك ماشي يعني ينفع لونج سبان 2 يونت جنب بعض اه بليفني عشان خاطر عشان خاطر لسه الحاله دي كانت جايه من شويه على فكره من قبل ما اجي لحضراتكم من شويه ميسنج 3 بوستيرير يعني ميسنج 4 5 6 3 بوستيرير اهو 4 5 6 وحضرتك هتعمل بريدج من الكناين لل7 بريدج من الكناين لل7 ينفع اعمله زيركونيا؟ بص المفاجاه انت ما ينفعش تعمله بريدج اصلا اساسا اتس نوت ا بريدج ديزاين اتس نوت ا بريدكتبل بريدج ديزاين من الاخر يعني بريدج اللونج سبان ده اللي هو ميسنج 3 بوستيريور ده اللي هتعمله من الكناين لل7 دوت او من الكناين لل8 حتى الفيلير ريت بتاعه عالي جدا ممكن يوصل اب تو 70% فيلير ريت او ممكن يوصل ل 60 65% فيلير ريت عالي جدا طبعا لان دوت الميسنج 3 بوستيريور لو جينا شفنا في 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 اي كتاب من كتب الفاندامنتال ولا كونتمبرري فيكس برزنتكس هتلاقي ان 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 البريدجز نوت انديكيتد تو ميك ا بوستيرير بريدج مور ذان اثنين بوستيرير جنب بعض ما تعملش بوستيرير بريدج اصلا ولا بقى بي اف ام ولا ميتال سيراميك ولا زيركونيا ولا مفيش يعني ده مش عيب زيركونيا ده عيب ايه يا جماعه عيب بريدج ديزاين دو نوت يوز لكن ميسنج سنه واحده بوستيرير ماشي ميسنج سنتين بوستيرير ماشي جميل جنب بعض اه بقى ما قلتليش اني نوع برضه من الزيركونيا اعملهم ميسنج دوت بوستيرير بريدج اللي هو دوت الصوره دي او الصوره دي فيرست جينيريشن حط عليه بورسلين سكند جينيريشن ممكن وممكن ما تحطش عليه لان احنا بنتكلم بوستيرير بلاش ثيرد بليز عامل ثيرد جينيريشن كانها ليثيوم دايسيليكيت بلاش خليها انتيرير زي ما جلايد ويل قالت بروكسازير انتيرير تمام وممكن اعمل من فورث جينيريشن طبعا فورث جينيريشن ما عنديش مشكله برضه واحد يقول لي بس يا دكتور انت حاطط لي صوره في البرزنتيشن بتاعتك بريدج كبير اهو تضحك عليا بقى ولا ايه نظامك انت بتضحك عليا يعني ما هو بريدج كبير تعمل لي ما هو بريدج كبير وعامله من زيركونيا اه بس بص فين البونتك فين الميسنج 4 و5 ها كناين موجود هو ده بريدج اوكي لونج سبان كناين سوري سنترال كناين 6 دي الابطمنت يعني الميسنج بوستيريور عندك كام واحده جنب بعض اهو اثنين جنب بعض يعني ده مش بريدج ميسنج 4 5 6 وعملته والله ابدا ما ينفع نعمل كده ده بريدج اسمه باير ابارتمنت الكنان ده هنا اسمه باير ابارتمنت وعرفنا نعمل البريدج ده لان في ابارتمنت في النص مسهل الدنيا شويه اي نعمل امبلانتس تبقى احسن ديفينتلي 100% 100% امبلانتس احسن كلام حضراتكم مظبوط لو هعمل امبلانتس واقسم الدنيا لكن لو عايز تعمل بريدج ممكن اعمل البريدج الكبير ده بس بليز اخرك اثنين سكسيسيف بوستيريورلي من زيركوني تمام زي ما قلنا سكند جينيريشن او ممكن فورث جينيريشن حلو دي الانديكيشن انت على فكره ما جبت سيره فينيرز في الزيركونيا وما جبت سيره انلايز واندو كراونز و و و و بورس ايه ذيس ار ذا ليميتيشن اوف زيركونيا ليميتيشن يعني الزيركونيا ما ينفعش استخدمها في كل حاجه يعني الزيركونيا دي ما استخدمهاش ليه حالات معينه ما استخدمهاش فيها اه زي ايه تعال اقول لحضرتك بص يا جماعه مفيش حاجه اسمها ايدياليزم في الدنيا طبعا هو ايدال الوحيد هو
ربنا طبعا. لكن عايز اقول مفيش حاجه اسمها ماده تستخدم في كل حاجه، خد دي اعمل منها كل حاجه، مفيش حاجه اسمها كده خالص تماما يعني. تمام، مفيش ماده عندنا في العالم اسمها جوكر يعني. الزيركونيا بتفتقد لايه؟ بص بقى لو حضراتكم جايين شاطرين معانا كده ومتاكد، الزيركونيا بتفتقد لحاجتين مهمين قوي قوي. كل الترايلز والناس بتلعب في التحسين الميكانيكال والاستاتكس و جميل، ادهيجن، اتشنج، فيش جلاس، مفيش جلاس للاسف، ف not اتشبل. في ترايلز ممكن تعمل منها اتشنج تمام، بس ستيل الاتشنج والاديجن بتاعها اقل من الليثيوم دايسيليكيت. دي يا جماعه قاعده مسلم بيها، ها الاتشنج باترن والادهيسيفنس اوف زيركونيا اقل من الجلاس سيراميكس ليثيوم دايسيليكيت، فما اقدرش استخدمها كبارشل كفرج ريستريشن زي ان لايز واون لايز وفينيرز وحاجه اسمها فون لاي اللي هو الاون لاي ومعاه فينير مع بعض. كل دول اسمهم ادهيسيف ريستريشن، يعني بيعتمدوا مينلي بارشال كفرج على اديجن وريزن سيمنتيشن والسيرفيس تريتمنت وبتاع. الزيركونيا مش بتديك بريدكتابيليتي في القصه دي، فما تنفعش تستخدمها بليز في ان لايز واون لايز. واحد من حضراتكم رايه احترم يقول لي دكتور انا اخر ريسيرش وارتكل قريته كانوا مستخدمين الزيركونيا اون لايز وان لايز. وفي على فكره يا دكتور كلينك انا بشتغل فيها وكلينك بقف مع دكتور فيها وشفت دكاتره كتيره بتعمل الزيركونيا في الفينيرز، ها تعمل زيركونيا فينيرز. ايه بقى الكلام بقى ده؟ انت بتقول لي كلام مختلف. بص يا جماعه يعني يعني هقول لحضرتك على حاجه. الزيركونيا الاديجن بتاعها زي ما قلنا اقل من الجلاس رام، تمام؟ يعني لو عملت الحاجات دي الان لايز والاون لايز والفون لايز والكلام ده كله من جلاس سيراميك هتبقى احسن كتير ديفينتلي، والاستاتكس بتاعت الجلاس سيراميكس احسن من الزيركونيا، حتى الكيوبيك فور اللي هو الهاي ترانسلوسنسي. فانا ليه اعمل الفينيرز ليه قول لي بس ليه تعمل فينيرز من زيركونيا؟ ما انت عندك اي ماكس كافي جدا في الاستاتكس والميكانيكال والادهيجن، فايتس نوت برايم كونسيرن تو ميك فينيرز اوف زيركونيا. ممكن بعض الناس بتعملها بس وي دو نوت ريكومند ذس، اور سكول دو نوت ريكومند ذس ات اول. يعني ستيل في ماتيريال انجح بكتير منها في الفينيرز اللي هو ليثيوم دايسيليكيت. طب وان لايز واون لايز واندو كراون ايه رايك فيها؟ هقول لك على فكره يا جماعه ما تنساش، واحنا قلنا الكلام ده في السيشن اللي فات لما تقابلنا مع حضراتكم، ان الحاجات الانترا كورونال دي والحاجات الانترا راديكولر زي البوست محتاج الماتيريال تكون ايه؟ ريزيلينت وعندها فلكسبيليتي. الزيركونيا اتس ريجيد ماتيريال بتفتقد للفلكسبيليتي والريجيديتي، ف does not يعني highly indicated or prefer to be used as intracoronal restoration زي الانلايز والانلايز او حتى الاندوكراونز ولا حتى جوه كانال وتعمل reinforcement وبتاع زي الفايبر زي البوست، فبرضه not prime indication of post. يعني عايز تقول ايه من الاخر؟ عايز اقول يا جماعه في حاجات احسن بكتير من الزيركونيا في الانديكيشنز دي، inlays, onlays, endocrown, post. روح لهايبريد سيراميكس، روح لكمبوزيت وريزن رينفورسد كومبوزيتس، حلو، او سيراميك رينفورسد كومبوزيتس احسن من زيركونيا. فينيرز واوكلوزال فينيرز وفون لايز، روح للجلاس سيراميكس وليثيوم دايسيليكيت احسن من الزيركونيا. This is the limitation of zirconia. This is يعني مش افضل حاجه للزيركونيا، بلاش تستخدم زيركونيا في الحالات دي. وطبعا ما تنساش البريدج الطويل اللي هو اكتر فيه سنتين بوستيريور. عيان عنده بروكسيزم على فكره عادي ممكن زيركونيا ما عنديش مشكله، لكن لو بريدج كبير ما يفضلش ان انا اعمله من زيركونيا. بليز دو نوت ميكس اند ماتش، وبلاش يعني كلنا نفتكر ان زيركونيا ممكن نعمل منها كل حاجه. ستيل فيها ليميتيشن وفيها ريستريكشن اوف يوز. ذيس از ذا ريستريكشن اوف يوز. بليز ما تعملش اندو كراون من زيركونيا، مش احسن حاجه. مش فينير زيركونيا، مش احسن حاجه. عندك ليثيوم دايسيليكيت هيديك اللي انت عايزه كله، بوست عندك فايبر بوست وعندك هايبريد سيراميك بوستس وميتال بوست هتبقى افضل كتير من الزيركونيا. حتى ايفن ان لايز اون لايز عندك هايبريد سيراميك وكومبوزيتس ستيل افضل من الزيركونيا في الحالات دي. خلي الزيركونيا في الانديكيشن اللي احنا قلناها مع بعض، بدايه من انتيريو سنجل كراون و لونج سبان بريدج تو مسين بوستيرير، امبلانت بروستاتكس اباتمنت بيكتشر كراون على امبلانت، بريدج على امبلانت، فول ارش على امبلانت. هو مش احسن حاجه طبعا بس ممكن استخدمه، لكن بليز away from this indication. Believe me, this is not prime indication of zircon.
انا قدامي بالظبط اراوند 7 دقايق بالكتير ان شاء الله عشان ننهي قصه الكلام اللي احنا بنقوله في مع بعض كده. لكن احب انهي الكلام في الزيركونيا هاو تو بوند تو زيركونيا، ازاي ان انت المعمل بعد ما عمل لها ميلينج وتك كير ان المعمل بيعمل الزيركونيا بالكات كام تكنولوجي بالميلينج، وبعد كده بيعمل لها سنترنج عشان بلوكس تيجي حاجه اسمها بري سنتر بلوكس تبقى اسهل في عمليه الميلينج. فالمعمل جاب لك الكراون يا دكتور اهو الزيركونيا، اتفضل بقى. اه تمام، هلزقه ازاي الكراون ولا البريدج ولا الريزن بوند مثلا ولا اللي هو الكانتيفر بريدج ولا بعمل سنجل كراون زيركونيا، هلزقه ازاي؟ تمام، اديجن تو زيركونيا. يعني احنا ممكن لو الوقت يتسع معانا ان احنا ممكن نعمل اكشوال سيشنز عن هاو تو بوند تو تعمل سيرفيس تريتمنت للزيركونيا، لكن هات لحضرتك يعني الحاجه اللي يعني ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ان احنا ناخدها من بعض كده، وتروح بكره ان شاء الله لو عندك حضرتك كيس هتلزق زيركونيا نروح نعملها وان شاء الله تديك اديجن وبريدكتابيليتي كويسه. تمام، عشان ما نخشش في ديبيت كبير، ما نخشش في كونفليكت كبير في الليتريتشر. ها خلينا نديك كلينيكال اوتكم كويس زي تبوند تو زيركونيا. بدايه كده زيركونيا هاو تو بوند تو زيركونيا، عايز اقول لحضرتك ان كتير بيندرج بقى السؤال يقول لك دكتور هو الزيركونيا بعد ما احنا عرفنا ان هي فيها فورس جنريشن وانواع كتيره وبتاع، ينفع ان انا الزقها ب جلاس ايونمر سيمنت او فوجي ريزن موديفايد جلاس ايونمر، او الزقها بزنك فوسفيت سيمنت او زنك بولي كاربوكسيلات؟ يس ينفع. ينفع ان احنا نلزق الزيركونيا تراديشنالي تراديشنال سيمنتس. وات ذا مينينج اوف تراديشنال سيمنتس؟ يعني سيمنتس تعمل لي مايكرو ميكانيكال او ميكانيكال بوندنج فقط، ما تعملش كيميكال بوند. كلمه تراديشنال او تراديشنال سيمنت ان انت تنزل زيركونيا تعمل ميكانيكال بوندنج مع السيمنت. يعني عايز اقول بصوا يا جماعه ما تقلقش، عامل الزيركونيا معامله المعدن، كانك بتلزق كراون بي اف ام معدن عليه زيركونيا، معدن عليه بورسلين. بتلزق زي اف ام بجلاس ارمر مظبوط، تلزقه بريزم موديفايد اللي هو الفوجي والايكويا مظبوط جميل، تلزقه بزنك فوسفيت جميل مش مشكله خالص. يعني عايز اقول يا جماعه ان الزيركونيا ما بتحتاجش وسوري في اللفظ مش مزنوقه في الادهيسيف بوندنج والريزن سيمنت، لان هي ماتيريال قويه اصلا الفلكشر سترينث بتاعها قريب من المتر، فديفنتلي هي مش محتاجه فكره ان انا بقى اعمل بريزن سيمنت ولازم وبتاع الا في بعض الحالات اللي هقولها حالا. فممكن الزقها تراديشنالي، يس يو كان ان انت تلزق الزيركونيا تراديشنالي لان هي هاي سترانكس سيراميكس سترانكس بتاعها عالي، فات كان بي بوندد ها يوزنج جلاس ايونمر او ريزن موديفايد او حتى ايفن زنك فوسفيت على طول. بس هقول لك حاجتين، اولا اضمن ان البريباريشن ستاتك سواء كان كراون او بريدج او وات ايفر، اضمن ان البريباريشن ستاتك ريتنتيف بريباريشن. What I mean by retentive preparation, I mean يعني preparation walls بتاعتي مش over convergence، مش taper بتاعها كبير قوي. I mean ان the length of the preparation تبقى 4 millimeter. Minimum الصراحة بنتكلم من 3 ل 4. ما تبقاش طول ال preparation 2 ملي وتقول هل زق بجلاس اونور؟ لا صعب، لان جلاس اونور مش هيديك retention كويس للأسف. ففعلا we can bond او cement the crown او the bridge of glass ionomer sorry of zirconia. زيركونيا بالاربع جنريشن كلهم اقدر الزقها بجلاس اونمر او ريزن موديفايد جلاس اونمر او زنك فوسفيت، يس وي كان، سبيشلي لو كانت البريباريشن بتاعتي ريتنتيف يعني طول كويس وكونفرجنس معقول مش اوفر تيبرد. جميل جميل، بس خلي بالك وي دو ريكومند ان انت تعمل ساند بلاستنج للزيركونيا قبل ما تحط السيمنتس دي زي الفل، يبقى كتر خيرك ويعني وتشكر وجميل جدا. ايه ده، ايه ساند بلاستنج ده؟ ايه ده يعني؟ بص ساند بلاستنج دي الومنا بارتكل اير ابريجن بيعمل سام سورت اوف مايكرو ميكانيكال ريجولاريتيز و انترلوكينج مع السيمنت، فبيديك قابليه اكتر ان انت تعمل تريتمنت وادهيجن كويس باستخدام الكونفشنال سيمنتس دي. طب مين اللي يعمل الساند بلاستنج يا دكتور، انا ولا المعمل؟ طبعا لو حضرتك عندك في الكلينيك ساند بلاستنج يبقى يعني كتر خيرك. واكشلي اي دو بليف ان انت لو سبيشال يعني سبيشالايزد وكل شغلك في البروستاتكس سواء كان فيكست او ريموفبل امبلانتس او نون امبلانت بروستاتكس، يو هاف تو ان انت يبقى عندك في الكلينيك ساند بلاستر بتاعك، ما فيهاش كلام
سان بلاستر ده يعني سبيشال في شغلانك في البروستاتكس هو دي حاجه اي بي ومهمه جدا، سواء كان في بقى ديفرنت تايبس كوجيت او اللي هو ال سان بلاستر برضو ممكن في اللاب تجيبها عندك في الكلينيك، بس طبعا تخليها في مكان غير اليونت عشان ممكن تعمل مس. في بعض الشركات الصيني برضو بتنزل سان بلاستر بتركب في اليونت. مهم جدا ان سان بلاستر هيديك مايكرو ايرجولاريتيز وتخلي السمنت يمسك كويس. لو عملت كده جميل قوي. مش قادر او يعني الموضوع مش هيبقى افيلبل في الكلينيك، ممكن تخلي اللاب يعمل عمليه سان بلاستنج دي ماشي، لان اللاب سان بلاستر عنده مهم. او يعني اقل تقديرا ها ان انت يعني ايه عارفين اللي هو الساند البولشينج بيست، البولشينج بيست اللي بنحطه في الماشين اللي هو اسمه بروفيلوت او اعتقد بروفيلات اعتقد دوت، برده ممكن يعمل سام سورت اوف مايكرو ايجلاريتيز، مش افكتيف زي ساند بلاستر اللي احنا بنستخدمه في الكلينيك، بس يعني ده اقل ايمانا واقل تقديرا. لكن بس بليز ما جيش حضراتكم حد يقول لي طب انا هلعب بقى في الفيتنج سيرفيس بستون جوه الزيركونيا عشان اعمل مايكرو ايجلاريتيز زي ما الدكتور كان بيقول. لا 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 بليز دو نوت ميك ذات. زيركونيا بريتل برضه ستيل سيراميك بريتل، ممكن يحصل فيها كراكس انا وانت ما نشوفهاش، العيان بعد فتره يتكسر. الموضوع دوت لو لعبت فيه بستون ممكن يعمل حاجه اسمها ايجينج في الزيركونيا ويكسرها بسهوله، فبليز دو نوت ميك ذات. سان بلاستنج هو ذا موست بريدكتبل. يعني ينفع الزعه بالسمنت دي؟ اه. دكتور انا مش هعمل سان بلاستنج اصلا وهلزع على طول كده. ماشي؟ ماشي، بس بليز بوت ان كونسيدريشن ان البريباريشن كويس. امتى احتاج الزق بريزنت سيمنت؟ لما تكون البريباريشن مش كويسه، نون ريتنتيف بريباريشن، اي مين وي نيد ادد ريتنشن. ايوه امتى؟ لما تكون السنان قصيره وتيبر زياده كونفرجنس، عارف السنان اللي هي اوفر تيبر دي والريدكشن فيها زياده قوي وقصيره، ساعتها لازم حضرتك تلزق بريزنت سيمنت، لان هنا مزنوق انا بقى كدكتور في السيمنت هنا كريتنشن وايز. ريزنت سيمنت بيديك ريتنشن كويس جدا. طب امتى تاني الزقها بريزنت سيمنت؟ لو ترانسلوسنت زيركونيا، كيوبيك زيركونيا، فاكرين كيوبيك زيركونيا الهاي ترانسلوسنسي دي بتشف عندها من ترانسلوسنسي زي ليثيوم بايسيليكيت قريبه، فممكن تبين لون السيمنت وبوت ان كونسيدريشن ان جلاس اينمر وزنك فوسفيت ورزين موليفايد جلاس اينمر هما اوبيك سيمنتس. فلو لزقت كيوبيك ثيرد او فورث جنريشن بالجلاس اينمرز والكلام ده هيبان لون السيمنت شكلها مش هيبقى حلو خالص. فساعتها بضطر اروح للرزن سيمنت في الادد استاتكس والادد ريتنشن، ده احتياجي للرزن سيمنت. تمام، هستخدم الرزن سيمنت على طول واضرب الكبسوله ولا سيرنج واحط جوه الزيركونيا والزق على طول كده وكل سنه وانت طيب زي الفل؟ لا، يو هاف تو دو بروبر سيرفيس تريتمنت. لا، هنا بقى انا محتاج الكيميكو ميكانيكال بوند، هنا لازم اعمل كيميكو ميكانيكال بوند مفيهاش كلام. ها لازم ان انا اعمل بروبر بوندنج تو زيركونيا عشان اعمل بروبر ادهيجن ليها. اه يا دكتور يعني هعمل ايه؟ زي ما انا بقول لك هنا كده هتعمل ايه؟ بص هتعمل ايه دي انا ممكن نقعد مثلا يومين تاني مثلا نتكلم بتعمل ايه عشان تلزق كيميكال ميكانيكال بوند. لكن انا عندي حضرتك ذا موست بريدكتبل واي ان انت تعمل كيميكال ميكانيكال بوندنج بتوين رزن سمنت اند زيركونيا عشان تديك ادهيجن، ان شاء الله البريدج او الكراون بتاع حضرتك ده هيقعد 7-10 سنين مش هيقع. ولو عايز تفكه هتبتدي تكسره مش هتعرف تشيله بالكراون ريموفل، لان الاديجن هيبقى قوي جدا. امتى بقى الكلام ده؟ قول لي امتى اعمل ايه عشان يبقى الاديجن بتاعي قوي والدنيا معايا تبقى كويسه؟ This is اللي احنا شايفينه الثلاثه ستيبس دول، 3 ستيبس دول، the most predictable way to bond to zirconia using resin cement chemical-mechanical. من الاخر وفعلا بنستخدمه on daily base routinely during bonding to zirconia. ايوه هتعمل ايه؟ بص مش انت عايز تعمل كيميكال بوند كيميكو ميكانيكال؟ اه جميل. يعني هتعمل الميكانيكال بوند باستخدام ايه؟ ساند بلاستر، قلنا من شويه ساند بلاستنج، سواء كان في اللاب او يفضل تعمله حضرتك انترا اورال عشان لو حصل اي كونتامينيشن او حاجه، مش قصدي انترا اورال في بوق البيشنت، اي مين ان اوفيس في الكلينيك. يعني ساند بلاستنج يا اما تعمله في اللاب يا اما تعمله ان اوفيس في الكلينيك، زي ما قلنا في ديفرنت ساند بلاسترز موجوده ممكن ان احنا نجيبها ونشتغل بيها ساند بلاستنج. ايه السان بلاستنج بيعمل ايه؟ ده الومنا بارتكلز. السايز بتاعها كام يا دكتور عشان لما اشتري الرمل، هو شويه رمل خلي بالك، لما اشتري شويه الالومنا الصنفره دول السايز بتاعها اشتريه كام؟ بنقول من 50 ممكن توصل ل 110 ميجا بس مايكرون، من 50 ل 110 مايكرون ده السايز بتاع الومنا بارتكلز. تمام، الوقت هعمل سان بلاستنج وقت قد ايه يا دكتور؟ 15 ثانيه، لازم تتكلم من 10 ل 15 ثانيه. جميل،
لما تعمل سان بلاستنج فعلا يا جماعه فعلا لو حضرتك خدت بالك لما تعمل سان بلاستنج هتلاقي الفيتنج سيرفيس بتاع الماتيريال بقى نظيف فعلا كلين. السان بلاستنج تعمل كليننج افكت ديبرايمنت بتشيل الدبري وبتعمل مايكرو ايرجولاريتيز حلو وبتزود السيرفيس اريا اللي هتعمل فيها بعد كده الريزن سيمنت والام دي بي اللي احنا هنحطه بعد كده. فسان بلاستر هيديك مزايا كتيره جدا 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 بس بليز ما تعملش اجريسيف واكسسيف سان بلاستنج لان كل حاجه زياده بتبقى ضد اكيد لان الاكسسيف سان بلاستنج كبارتكل سايز كوقت وايز ممكن يعمل بيرفوريشن ممكن يخرم الزيركونيا لو كانت مينيمم ثيكنس ممكن يعمل ايجينج في الزيركونيا ويبوظها باي تايم. فبليز ريستريكت تو مانيفاكتشرر instruction related to the size of the alumina particle, the time of application, and the distance of application مهمة جدا. طب بعد عملت الميكروميكانيكال ده عايز اعمل حاجة كيميكال بقى. دكتور ينفع اعمل اتشنج اجيب الهيدروفلوريك اسيد بدل الساند بلاستر اللي هو الاتش الاصفر ولا الاحمر ده واعمل اتشنج للزيركونيا. حبيبي ما تنساش ان الزيركونيا it's non-etchable material. زيركونيا no glass with different percentage and different generations glass free. فالزيركونيا definitely we cannot تمام اتشبل ما فيش جلاس يعني نوت لوجيك ان انا احط عليها الهيدروفلوريك اسيد اتشنج. طبعا لو اتكلمنا طبعا في بعض الترايلز وبعض الاستاديز بتقول هستخدم هيدروفلوريك كونسنتريشن 40% واحطه تلت ساعه و10 دقائق طبعا برضه ستيل مش افكتيف زي سان بلاستر. سان بلاستر بليف مي واي تو جو احسن حاجه سان بلاستر فولود باي ام دي بي. اوبا ايه ده جديد ده ما سمعتش عنه ده. ده فانكشنال مونومر. فانكشنال مونومر اسمه ام دي بي 10 MDP او فوسفات مونومر بيسموه. الفوسفات مونومرز دي ها بتعمل مع الزيركونيا كيميكال بوند. الساند بلاستر فتح ايرجولاريتيز حلو. لما بتحط حضرتك الام دي بي اللي هي الماده دي اللي هقول لك موجوده في السوق باسم ايه بتبتدي تعمل كيميكال بوند مع الزيركونيا. عامل بوند مع الزيركونيا اهو عارف كانك عامل اتش وسايلين. فاكر الاتش والسايلين بتاع الليثيوم برايس اللي كانت الاي ماكس او عامل اتش وبوند. عارف الاتش وبوند بتاع الكومبوزيت هو هو بالظبط بدل اتش وبوند ساند بلاستنج ام دي بي بدل اتش وسايلين ساند بلاستنج ام دي بي. طب الام دي بي دوت بيعمل الفوسفات مونومرز دي بتعمل كيميكال بوندنج مع الزيركونيا يا دكتور جميل قوي. طب موجوده في السوق باسم ايه؟ طبعا اشهرهم طبعا وي ار نوت بايزد بس اشهرهم شركه بيسكو منزله حاجه اسمها زي او زد برايم او زي برايمر او زي برايم زي برايم اختار زيركونيا برايمر. كلاريفيل نوريتاكي منزل برضو كلاريفير برايمر كلاريفير برضو في ام دي بي. ايفوكلار عنده مونو بوند اس برضو مونو بوند اس بلس ده برضو في ام دي بي. في شركات كتيره منزله الام دي بي موجوده كسيبريت بوتل وواحد يقول لي بتحط قد ايه هو 1 دروب وبتعمل له زي روبنج او اكتيف ابلكيشن على الفيتنج سيرفيس اوف زيركونيا وبتسيبه من غير كيوري من غير اي حاجه بتسيبه فور 1 مينيت دقيقه عشان يعمل انتر اكشن والكيميكال بوند. عملنا ساند بلاستنج وبص بس ساند بلاستنج ما تحطش ميه كده هتسد الارجولاريتيز. ساند بلاستنج بعد كده اير دراينس اير فقط بعد كده تحط ام دي بي على طول وتسيبه دقيقه. جاهز 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 احط ايه ريزن سيمنت على طول حط ابلكيشن ريزن سيمنت كده عملت ايه عملت كيميكو ميكانيكال بوم ان شاء الله لو في ايزوليشن كويس وبريباريشن كويسه وعملت الستبس دي بليف مي الكراون نو وين هو يقع الا بقى لو عملته كسرته وعملت طبعا اجريسيف سبليتنج للكراون ساعتها يحصل له في دي بوندنج ولازم الايزوليشن هنا برضو حاجه من الحاجات اللي مهمه جدا. بعض الشركات بتنزل على فكره عشان تديك افيلابيلتي اسهل وكونفينينس اسهل بتبتدي تحط جوه الريزن سيمنت ام دي بي. يعني هم جوه الريزن سيمنت نفسه بيحطوا ام دي بي. لو انت دكتور مش عايز تعمل ام دي بي كسيبرت ستيب بيخلي لك جوه الريزن سيمنت ام دي بي زي بانافيا ريزن سيمنت في ام دي بي زي ثيرا ثراسام فور بيسكو برضو في ام دي بي برضو بيديك كيميكو ميكانيكال بوند. This is the most predictable way to bond to zirconia لو في الحالات اللي هتعمل كيميكو ميكانيكال بوند. اعتقد انا طولت على حضرتك وانا بعتذر لكن كده احنا اتكلمنا على اديشن وهاو تو بوند تو زيركونيا سواء هتلزق بجلاس اينومر في الحالات العاديه لكن الحالات اللي انت محتاج فيها ستاتيك سوي ترانسلوسنسي هتجو فور ال السيرفيس تريب اللي احنا قلنا عليه سان بلاستنج ام دي بي فولود باي ريزن سيمنتس. يمكن كده احنا فاينلي يمكن ده اخر حاجه هنهي بيها الكلام واكتشلي احنا كده وصلنا اب تو ذا اند. النهارده معلش طولت على حضراتكم لكن احنا اتكلمنا في الزيركونيا كنوع من انواع السيراميكس
والايفولوشن اوف زيركونيا بالديفرنت جينيريشنز اللي موجوده. وبليف مي ان انت ما تخليش اللاب يعمل لك جايدنج ان هو يستخدم اي بلوك مع اي انديكيشن انت محتاجها. انت عارف طبعا انا عندي فورس جينيريشن وعارف ان كل واحد يعني ليه ادفانتج في الميكانيكال اكتر من الاستاتكس او الاستاتكس اكتر من الميكانيكال. في زيركونيا الانتيريور فقط, في زيركونيا ينفع انتيريور او بوستيريورلي. الانديكيشنز بتاعتها بلاش نستخدم زيركونيا بليز, مش احسن حاجه في الفينيرز والاندوكراونز والاوكلوزال فينيرز والبوست الكلام ده, يعني اوت اوف زيركونيا. خليها انتيريور كراونز, انتيريور بريدجز, سنجل كراون بوستيريور, سنجل كراون او بريدج بوستيريوري, بس بليز ميكس تو ميسنج سكسيسيف بونتك. وهاو تو بونت زيركونيا مهم جدا, اختيارك للشيد مهم جدا عشان على اساسه المعمل هيحدد البلوك بتاع الماتيريال. وزي ما قلنا طبعا اللاب ماستر بروبلي بيعمل ميلينج للزيركونيا فولود باي سنترنج. يعني دردشنا مع بعض كده على مدار الساعتين دول في فكره الزيركونيا وازاي ان انت تستخدم الزيركونيا في اني انديكيشن, ويتش تايب اوف زيركونيا تستخدمه, ويتش انديكيشن وامتى ما تستخدمش. وهاو تو بوند مهمه جدا, وبليز يعني دو نوت يعني تخلي ان انت اللاب يعمل جايدنج لي قصه ان انت تستخدم كل زيركونيا وتنفع في اي حالات واي حاجه, ده اوت اوف انترست. وفاينلي بنهي مع حضراتكم بالاور كوميونيكيشن والكونكشنز بتاعتنا, بحيث لو ما في اي استفسار او اي سؤال ريليتد للبروستودونتكس عامه, ذيس از ماي واتساب نمبر والانستغرام والفيسبوك بيج, وبرده نفس الفكره الايميل, بحيث لو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال في اي حاجه تخص البروستودونتكس. ونتمنى ان احنا نكون قضينا يعني وقت لطيف مع بعضينا. وبشكر طبعا اكيد دكتوره اماني يعني ودكتور محمد العسوي على دعوتهم لينا, ومبسوط جدا لهذه الدعوه وتشرفت بوجودي مع حضراتكم. باشمهندس محمد صقر طبعا يعني شكرا جدا لحضرتك يعني وتعب حضرتك معانا, وانا جاهز لحضراتكم لاي سؤال او اي استفسار, انا جاهز مع حضرتك. صوت واضح فندم؟ اه اتفضل. اه يا فندم. ألف شكر دكتور مصطفى على المحاضرة الشيقة دي. حبيبي يا دكتور, ربنا يبارك لحضرتك. شكرا جدا. كنت بس حضرتك بخصوص حضرتك كنت تتكلم على جينيريشن بتاعت الزيركونيا, قلت فيرست جينيريشن اللي هي الزيركونيا العادية اللي هي بتحط بورسلين, وبعد كده ترانسلوسنت زيركونيا, وبعد كده الهاي ترانسلوسنت أو قصدي الألترا ترانسلوسنت, وبعد كده اللي هي الزيركات. تمام. طب في حاجة في السوق اسمها زولد أو زولد اف اكس, دي تندرج تحت. يس زولد دي فور بريتاو, زولد او زولد اس اكس دي, زولد دي سكند جينيريشن دكتورنا اللي هي 3 واي تتراجونال اللي هي سكند جينيريشن, اللي هي نفس ميكانيكال بتاعت الفيرست جينيريشن بس ترانسلوسنت اعلى شويه. الزد اكس دي انتيرير وان اللي هي كيوبيك زيركونيا. فاهمني؟ انا عارف ان في معامل كتيره شغاله بالزولد زيركونيا سواء كانت زولد العاديه او زولد اس اكس. وزي ما قلت لحضرتك دكتور خولي ان احنا برضو يهفتو ان انت تبقى عارف, انا وانت برضو هنخش على البروشور اوف ذا ماتيريال وابقى عارف المايكرو ستراكشر بتاعها على اساسه هعرف الانديكيشن. فهمتني؟ يعني الزولد العاديه اللي هي ترانسلوسنت, وزولد اس اكس اللي هي الالترا ترانسلوسنت اللي هي الكوبيك. ايوه كيوبيك, برافو عليك. انا اسمع من حضرتك كلمه كيوبيك وبسط احسن من هاي ترانسلوسنت, لان في شركات بتلعب بالاسامي بشكل كتير يعني. تمام. شكرا فندم. شكرا حبيبي يا دكتور, ربنا يبارك لحضرتك يا رب. شكرا يا دكتور مصطفى على المحاضره الجميله دي, بصراحه انا قاعده مستمتعه استمتاع غير طبيعي النهارده. تشرف ليا يا دكتور والله, ربنا يبارك لحضرتك. وانا فعلا يعني زي ما قلت لحضرتك يعني فعلا انا ببسط جدا لما اكون مع حضراتكم, واتمنى ان احنا نتقابل كده ان شاء الله عن قريب فيس تو فيس كده عشان اتشرف بمعرفه حضراتكم يعني. وربنا باذن الله يا دكتور فاقرب فرصه ان شاء الله الدنيا تتظبط ونعمل شغل في مع بعض باذن الله في المدرج ان شاء الله في المركز. الله يبارك لحضرتك يا رب. شكر جدا يا دكتور على الدعوه. شرف لينا يا دكتور مصطفى انك بتوافق على الدعوه, ومتشكره لتعبك والمحاضرات الجميله اللي انت بتقولها لنا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يبارك حضرتك يا دكتور, ومن تقدم لامام ان شاء الله. ربنا يبارك لحضرتك. الله يخليك. جميع الاعضاء للمركز الجميل, ربنا يبارك حضرتك تحت قياده حضرتك. الله يخليك. محمد العيسوي اتفضل حضرتك. ربنا يبارك لحضرتك يا دكتور امين. دكتور مصطفى حبيبي صديقي, ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم على المحاضره الجميله والبرزنتيشن الاكثر من رائع. الشكر موصول, واللي يعني ودايما زي ما بقول دايما يا دكتور محمد يعني انا مبسوط ان انا اعرف حضرتك اصلا, وكمان حضرتك دعوه حضرتك ليا دي شرف يزيدني كتير. ربنا يبارك لحضرتك ودايما الامام والتقدم ان شاء الله. شكرا جزيلا.
ربنا يبارك فيك دكتور مصطفى حبيب قلبي، الشرف لينا، ربنا يحفظك يا رب. بس يعني اديني الفرصه بقى ان اسالك سؤال كده صغير. براحة حضرتك من هنا لاخر اليوم. ده بالعكس حاجه تبسطني جدا. اتفضل يا دكتور. انا سؤالي عن الزيركونيا اللي بنستخدمها كامبلانس. حلو. طبيعه الاوسيو انتجريشن اللي بيحصل فيها، وايه هي الخاصيه اللي تخليها تعمل اوسيو انتجريشن، واذا كانت هي نفس الزيركونيا اللي احنا بنستخدمها في البروسيزس، ليه الكراون ما يحصلش معاه اوسيو انتجريشن اذا كان ده بيحصل بشكل كويس مع الزيركونيا اللي بنستخدمها كامبلانت؟ والدكتور مصطفى هل استخدم الزيركونيا كامبلانت؟ وعايز اعرف يعني اذا قارناها بين التيتانيوم امبلانتس ايه الفروق اللي بينها، لو ده هو يعني ممكن الموضوع ياخد وقت او كلام كتير. لا بس اذا كان في اجابه مختصره اكون سعيد قوي. يس ربنا يكرم حضرتك. يعني سؤال تو ذا بوينت فعلا، وسؤال مهم جدا فعلا، وبيستريس على الادفانتج او الجين اللي خده الناس من الزيركونيا كزيركونيا فاكتشر او زيركونيا امبلانت. يرد على سؤال حضرتك دكتور محمد، يعني فعلا هو الناس لقيت ايه لما استبدت تعمل في الاستاديز ان هي تقيس الاوستيو انتجريشن والاوستيوبلاست اتاتشمنت ان ريليشن تو الامبلانت فاكتشر المعمول من الزيركونيا. فمع طبعا هي زيركونيا فيها سم سورت اوف انرتنس يا دكتورنا مقارنه بالتيتانيوم. التيتانيوم هو انرت فعلا، عشان كده الناس بتعمل له سيرفيس تريتمنت و والستريشنز والريجولاريتيز، وساعات بيعملوا بلازما سبراينج، ساعات بيحطوا سم سورت اوف كوتينجز عشان تحسن او تسرع عمليه الاوستيو انتجريشن. خدوا نفس الفكره دي دكتور محمد من التيتانيوم وعملوا سيرفيس تريتمنت للزيركونيا فاكتشرز، عن طريق ان هي بقت سيريتد فيها المايكرو ريجولاريتيز اللي موجوده، التوبوجرافي بتاع الامبلانت فاكتشر نفسه بقى فيه مايكرو ريجولاريتيز عشان تساعد على الاوستيوبلاستيك اتاتشمنت او ادهيجن. عملوا برده بلازما سبراينج وهيدروكسي اباتايت عشان تحسن الكوتس للزيركونيا وتحسن الباي اكتيفيتي والباي كومباتيبلتي اوف الزيركونيا. سؤال بقى حضرتك، هل هنا انا استفدت كزيركونيا كفاكتشر احسن من التيتانيوم؟ هقول لحضرتك على حاجه، في الليتريتشر الحاجه عشان تبقى بروفد وابتدي نقول للناس كلها ابتدوا يشتغلوا بيها وتستخدم، لازم يبقى فيها كلينيكال ترايلز وكلينيكال وكيس ريبورتس معموله اب تو فولو اب 10 ييرز فيما اعلى. فطبعا الجولد ستاندرد زي ما حضرتك عارف التيتانيوم فاكتشر هو موجود على مقاديم الازل وناجح جدا في فكره الاوسيو انتجريشن والاتاتشمنت او ذا اوسيو بلاست حواليه، فستيل هو الجولد ستاندرد وستيل هو الكاردينال امبلانت فاكتشر، وده اكتر امبلانت فاكتشر بيستخدم. لكن الزيركونيا فاكتشرز محتاجه ستيل تايم يا دكتورنا، ومحتاجه ستيل يعني هي بقى لها اراوند في الماركت اراوند 5-6 سنين، ستيل ما قدمتش في اتاتشمنت كويس، لكن ما قدمتش اللونج تيرم سكسس اللي نبتدي يبقى ابروف ونشتغل بيه ونقول للناس يشتغلوا بيه. انا عن نفسي شخصيا اشتغلت بيها كفيكتشر وايز كامبلانت انسرشن، لا ما اشتغلش بيها بيشنت ماوث، لكن شغالين بيها في كلينيكال ستاديز يعني في رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه شغالين على الزيركونيا امبلانت وبنشوف الاتاتشمنت او ال الاوسيو انتجريشن بتاعها مقارنه بالتيتانيوم بديفرنت طبعا سيرفيس تريتمنت. لكن في بيشنت ماوث هل حطيناها؟ لا لسه ما كلينيكالي ما عملناهاش، او انا عن نفسي ما عملتهاش انسرشن في البيشنت ماوث. نوعها بقى دكتورنا برضو تكمله لسؤال حضرتك، نوع الزيركونيا نفسها دي ايه من الفور جنريشن؟ هي سكند وان، هي تتراجونال فورم سكند وان. خلي بالك يا دكتورنا المانيفاكتشرنج بتاعها اصعب، يعني المانيفاكتشرنج ان انت في المصنع نفسه يعمل الامبلانت من فاكتشر الفاكتشر نفسه من زيركونيا اصعب بكتير من التيتانيوم، والميلينج والمانيفاكتشرنج بتاعها ممكن يعمل فيها some sort of بنقول microstructural changes ممكن يخلي الفكتشر نفسه يتكسر، فهمني؟ وخلي بالك يا دكتورنا هي موجودة في الماركت as a one piece، يعني بتنزل دكتورنا حكيت لحضرتك عارف الابطمنت والفكتشر one piece كلها زيركونيا، لأن ما ينفعش أعمل الانترفيسز زي التيتانيوم فكتشر والتيتانيوم ابطمنت، تيتانيوم متل ductile، لكن لو انا خليت الابطمنت زيركونيا سيبريت بيس والفاكتشر زيركونيا بها ممكن يحصل وهي بريتل طبعا هيحصل لك فراكتشرز وسكرولوزنس طبعا عنيف وهتقابلك مشاكل ميكانيكال كتير. فاختصارا كده عشان ما بقاش يعني توهنا الدنيا، هي ابتدي اقول ان الناس كلها تستخدمها بديلا عن التيتانيوم؟ لا، التيتانيوم ده جولد ستاندرد طبعا وناجح بقاله قديم الازل كامبلانت وما فيهوش مشكله، بالعكس ده احنا بندعي ربنا وحضرتك طبعا اكيد عارف واشتغلت كتير ان التيتانيوم يمسك في العظم والدنيا تبقى ماشيه كويس. هل الزيركونيا بقى تبدله؟ لا طبعا لسه الموضوع ده نوت بروفد يت.
بتنزل وان بيس زي ما قلت لحضرتك عشان قصه المالتي فيسز دي. لكن هي ميزتها اكتر دكتورنا مش فيكتشر وايز، ميزتها اكتر ابوتمنت وايز. فعلا يعني ابوتمنت وايز ات كان ناو سبستيتيوت التيتانيوم ابوتمنت، ماشي. سوفت تيشو اتاتشمنت احسن، استاتكس احسن، عملوها على تاي بيز زي ما حضرتك عارف، فما فيش فكره السكرو لوزنس والسكرو فراكتشرز. فكابوتمنت هي موجوده وشغالين بيها، وانا عن نفسي اشتغلت بيها وحضرتك اكيد اشتغلت بالابوتمنت زيركونيا على تاي بيز، جميله جدا. لكن كفيكتشر وايز ستيل جيف ات تايم دكتور محمد، عشان انا وانت كده ان شاء الله نشتغل مع بعض ونبتدي نقول ان هي بروفد ان شاء الله عز وجل. انا كنت لسه هذكر المساله بتاعه يعني نتنقل بقى للايه للدروباكس بتاعه الزيركونيا ابوتمنتس في مساله ان هي ممكن تتكسر او لا. او والنقطه الثانيه مساله انه احنا يمكن الفايده الكويسه فيها انه بدا الشغل على مساله الكات كام الزيركونيا الفيرشوال اللي نقدر نعمل فيرشوال امبلانت قبل ما نخلع الدرس او السنه في الاميديت امبلانت، وانه يتعمل بكات كام يتعمل زيركونيا. دي الفايده الظاهره، بس تتبقى مساله الاوسيو انتجريشن دي وتتبقى مساله الفولو اب طبعا. بالظبط، برافو على حضرتك. يعني الاوسيو انتجريشن دي لسه عليها كلام ولسه عليها داتا، يعني ما اقدرش اقول بروفد 100% الاوستيو انتجريشن بتاعها زيه زي التيتانيوم. لا لا، خلينا جنب التيتانيوم، وزي ما قلت لك ندعي ان هو يمسك. ها يعني في حالات كتيره كومبرومايز ده اصلا حضرتك فاهمني الامبلمنت بسهوله ان هو يمسك حتى لو من تيتانيوم. فستيل موضوع زيركونيا كفيكتشر واوستيو انتجريشن لسه ستيل اندر انفستيجيشن ومش بروفد يات يعني. انا شاكر جدا دكتور مصطفى، ومش عايز اطول عليك واسيب برضو المجال للزملاء الافاضل اللي تفضلوا بالسؤال، واتمنى اشوفك ان شاء الله قريب خالص باذن ربنا ان شاء الله في اقرب مؤتمر بيتكلموا فيه عن الزيركونيا فاكتشرز، ونطلع انا وانت كده بكونكلوجن حلو ونقدر نستخدمه مع بعض في الكلينك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتورنا على راسك، ربنا يكرمك. شاكر جدا، شكرا لحضرتك. شكرا دكتور، شكرا لحضرتك دكتور مصطفى، محاضره شيقه جدا جدا جدا. انا بصراحه استمتعت. انت حبيبي دكتورنا، هبر باك لحضرتك، شرف ليا طبعا. انا بعرف حاجه، كان ليا سؤال بسيط بس يعني فضل. نقطه كده ميسنج بالنسبه لي، ممكن يكون قطعت ما سمعتهاش. نقطه فضل. بالنسبه للبوستيريو بريدج، احنا اتكلمنا الانتيريو بريدج بنستخدم ممكن كل انواع الزيركونيا ممكن نستخدمها في الانتيريو، مع ان احنا نستخدمها مونوليثيك في الثيرد والفورث جينيريشن او بايلايرد في الفيرست والسكند. طب بالنسبه للبوستيريو بريدج، قلنا ممكن عادي نستخدم الفيرست جينيريشن باي لاير، وممكن نستخدم الفورث جينيريشن مونوليثيك، وقلنا ان الكيوبيك زيركونيا طبعا فوربيدن في الحته دي. السكند جينيريشن هنا ممكن نستخدمه باي لاير ولا مونوليثيك او الاثنين في الحاله دي؟ سؤال جميل جدا. السكند جينيريشن استخدامها بوستيريرلي هي الترانسلوشن زي ما حضرتك عارف يا دكتورنا، ان هي فعلا كافيه للبوستيرير زون، تمام؟ فممكن استخدمها مونوليثيك بوستيريرلي. امتى بقى دكتورنا احتاج ان انا احط عليها بورسلين؟ لو انا محتاج مثلا ايه، عند حضرتك مثلا بريدج ايه 4 5 6، تمام؟ فانا محتاج ميسنج 5، فانا محتاج بقى ان ال 4 وال 5 دول يكون عندهم استاتيك كواليتي تقرب من الكناين اللي هو فيه كذا شيد وكده، فانا ساعتها ممكن اروح حاطط عليه ليبيال بورسلين عشان اقرب من الاستاتيكس بتاعت الناتشرال، تمام؟ فدي اللي هيخليني اروح اعمله باي لايرد، ان انا اروح حاطط عليه ليبيال بورسلين من لو عايز اقرب من الاستاتكس، لو انا بماتش مع حاجه يا دكتورنا ناتشرال. في الحاله دي هيبقى كات باك في المنطقه اللي هي الاستاتيك زون بس ليبيال، برافو عليك، تمام، من غير اوكلوز، تمام حاضر. يمكن دايما يا دكتور محمد بنكتب للمعمل ايه عطب العربي كده يعني، وعادي جدا بكتب له ايه بالظبط كده، حط البورسلين ليبيال مش اوكلوزال، عشان بس ايه ما يحصلش مشكله ويحصل فراكتشرز وبتاع. لكن اقول بقى حضرتك حاجه، باند تماما ان احنا نحط بورسلين عليه لو عندك كان عنده اي بارا فانكشنال هابت دكتور او بروتيزم، لا بلاش، لان فعلا البورسلين ده هيكراك حتى لو ليبيال. فاهمني؟ تمام حضرتك مصطفى، شكرا لحضرتك، نورتني يا دكتورنا حبيبي، الله يكرمك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور معايز، ازي حضرتك؟ ازيك حضرتك دكتور حبيبي دكتورنا، انا من العراق، محاضره جميله جدا واشكرك. اهل العراق يعني في قلبنا واقرب ناس لينا.
بأمانة والله. الله يسلمك. عملنا معاهم كتير هنا في مصر وعندنا في الجامعة يعني من أشطر الدكاترة فعلا أهل العراق ده بأمانة، مش عشان حضرتك موجود وغير كده كمان يعني قريبين من المصاروة زي ما حضرتكم بتقولوا، فمشرفني يا دكتورنا، مشرفني. تفضل. الله ينور عليك دكتور. بس أسألك على حتة البورسلين، أنت تقول تحطها لبيالي، بتقصد يعني ككور ولا فوق الزرقونية؟ فوق الزرقونية يا دكتور. فوق الزرقونية يعني مش كور؟ لا الكور يبقى زيركونيا دكتور أم عز، والليبيال بحط البورسن ليبيالي على الزيركونيا. نعم نعم تمام الله ينورك دكتور. بس عاوز أسألك حتة الريزل سيمت، وش تايب تفضل يعني دول كيور ولا سيلف كيور؟ خلينا أتفق معك دكتور أم عز أن السيلف كيور ريزن سيمنت دلوقتي في الماركت مش موجود قوي، يعني سيلف كيور ريزن سيمنت الوحيد اللي هتلاقيه في الماركت، يمكن الدكتور محمد العسوي لو معانا هنا وسمعنا، الوحيد اللي هتلاقيه في الماركت السيلف كيور ريزن سيمنت اللي هو بتاع مالتي لينك ايجوكلار مالتي لينك هايبريد، ده بنلزق بيه ابوتمنت على تاي بيزس اكسترا اورالي. ده السيلف كيور ريزن سيمنت الموجود في العالم الوحيد. لكن كل يا دكتورنا كل الريزن سيمنت اللي موجوده دلوقتي في الماركت يا دول كيور يا لايت كيور. طبعا حضرتك عارف واكيد شاطر وفاهم ان اللايت كيور ريزن سيمنت بنستخدمه في البينيرز، لكن كراونز او اندو كراونز او اون لايز او دول كيور ريزن سيمنت على طول. تمام تمام دكتور. دكتور بس ده اللي قلت في اونلاين ينطي محاضرات فري، هو بتاع ريبورت ده يعني استطيع ادخل عليه انا؟ تاني دكتورنا ريبورت ايه معلش؟ قلت في موقع ينطي محاضرات اونلاين بتاع البروستكس. يس يس ده بس دكتورنا يعني واتمنى مثلا احنا معانا كام دكتور لسه متواجد معانا منورنا اراوند 24 دكتور، يعني البوينت حضرتك بتقولها دي هعيدها تاني. سبيري ايدوكيشن يس ايدوكيشنال انستيتيوت موجود في الستيتس، عنده فري اونلاين ليكتشرز وكل اسبوع بينزلوا ارتكل عن حاجه جديده موجوده في الاسنان ان ريليشن لكل الدنتال برانشز نوت بروستاتكس بس، اورثو اوكلوجن اندو ستاتكس طبعا ديجيتال امبلانتس كل الفيلد. اشترك معاهم او يعني سجل بس حضرتك الداتا والايميل بتاعك، هم ديلي او كل ما بينزل اي ارتكل بيبعتوا ميل بيها للناس يعني مهمه جدا. ازاي حضرتك يا دكتورنا دكتور مصطفى حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا الصراحه ما عنديش اي اسئله خالص، انا داخل اشكر بس دكتور مصطفى الصراحه بننتهز الفرصه ان احنا يعني نشوف محاضره ليه يعني بسم الله ما شاء الله شرف ليا وعلم شرف. يعني شرف ليا يا دكتور بجد يعني يا دكتور يعني وانا حتى معاك في الجامعه يعني ما بشبعش منك على قد ما بشبع منك في الـ في الـ في, الـ في الاونلاين كورس. ربنا خلينا بعد كده اونلاين على طول. لا لا ربنا يكرمك يا دكتور بجد يعني دكتور. وانا داخل اشكر حضرتك يعني وما عنديش اي اسئله الصراحه. حبيبي يا دكتور اسلام ربنا يكرمك، شكرا على كلامك دوت. ربنا يكرمك يا دكتور اسلام وشكرا على كلامك الجميل، ربنا يكرمك يا رب. شكرا جدا يا حبيبي، شكرا. ربنا يخليك يا دكتور حبيبي يا مصطفى. دكتور احمد ازي حضرتك النهارده جامد معانا. على راسي يا دكتور، على راسي يا دكتور. ازاي كده على راسي؟ ربنا يبارك لحضرتك، ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك ويزيدك علمه يا رب ويصلح حالك ويجعل ميزان حسناتك بجد. بشكركم السعادة مع حضراتكم والله. والله وانا مبسوطه جدا انك معانا وان شاء الله السلسله التالته تكون معانا برضه ان شاء الله. ان شاء الله مننا كلنا جميعا ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، ما نحرمش منك ومزواجك ودايما دايما يعني ربنا يجعل اللي حضراتكم بتعملوه فعلا في مزاج حضراتكم فعلا موضوع يعني من يعني اعتقد يعني ده الوحيد الموجود على السوشيال ميديا مكمل حتى بعد الفتره لما قطعت يعني، ففعلا ربنا يبارك لحضراتكم ودايما من نجاح لنجاح، وانا فعلا مبسوط مع حضراتكم جدا جدا يعني. تسلم تسلم يا رب تسلم يا رب. ربنا يبارك لحضرتك يا دكتور، ربنا يبارك لحضرتك. نتقابل على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور معلش طولت على حضرتكم، ربنا يبارك لحضرتك. لا ازاي والله، ده انا مستمتعه جدا بالمحاضره وبالنقاش وكلها معلومات ما شاء الله جميله، ربنا يزيدك علما. الله يبارك لحضرتك يا رب ان شاء الله كلنا جميعا ان شاء الله. يا رب اللهم امين اللهم امين. الله يبارك لحضرتك يا دكتور. نتقابل بكره يا دكاتره بقى ان شاء الله ومحاضره خفيفه كده ايزكس. واصبحوا على خير ان شاء الله. على خير يا دكتور، مع السلامه يا دكتور. مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا دكتور، مع السلامه.